أحسنتم وطيب الله أنفاسكم. أيها السادة والسيدات، إن الأحاديث الشريفة في فضل السيدة فاطمة عليها السلام كثيرة وعظيمة، وقد زخرت بها الكتب والمصادر المعتبرة لدى جميع المسلمين، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب أهلي إلي فاطمة، وقوله صلى الله عليه وآله: سيدة نساء أهل الجنة فاطمة، وقوله: إذا اشتقت إلى ثمار الجنة قبلت فاطمة. لذا دعونا نشم عطر الجنان بذكر سيدة النساء عليها السلام مع فضيلة العلامة الشيخ حسن الهادي، ومحاضرته موسومة بالأسس الفكرية للمرأة النموذجية، بعد أن نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. حسين، الحضور جميعا، أصحاب السماحة والفضيلة والأساتذة، الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أورد الشيخ الطوسي قدس سره في الأمالي حديثا بحق السيدة الزهراء عليها السلام، ومن جملة ما ورد فيه: وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. واقعا هذه العبارة تحتاج إلى تدبر وتأمل، ذلك أنها واسعة عميقة دقيقة في صياغتها وتعبيرها. وإحدى الوجوه التي وردت في توجيهها أن إحدى الغايات المحورية للدين هي البلوغ الكمال للإنسان أفراداً وجماعات، أن الوجه الأكمل للنساء هي الزهراء عليها السلام. من هنا لم يعد الأمر غريباً في أن توصف بهذه الفقرة الدقيقة العميقة، ولعل أجل مصداق على هذا الأمر أن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصفها في أكثر من حديث أنها سيدة نساء هذه الأمة، ووردت في أحاديث أخرى على أنها سيدة نساء العالمين. حضر اليوم بيننا سماحة الشيخ حسن الهادي من أجل أن يستكشف لنا الأسس المنهجية، عفواً الأسس الفكرية للمرأة النموذجية. والشيخ حسن الهادي باحث في الفكر الإسلامي، مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية في بيروت، له مجموعة من المؤلفات منها الأسرة في الإسلام، فدك هبة النبوة، التشريع الإسلامي، دراسة مقارنة في المنهج والاجتهاد، وغيرها من المؤلفات الأخرى. نتمنى على الأخوات الفضليات إذا كانت هناك بعض المداخلات أو التساؤلات تدون في الورقة من أجل أن تقرأ بعد انتهاء سماحة الشيخ من محاضرته، كما نستمع إلى أجوبته. الآن نترك الوقت لسماحة الشيخ كيما يبين لنا تفاصيل ورقة البحثية، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، السلام على الصديقة الطاهرة، السلام على سيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين سيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. السلام عليكم أيتها الأخوات الكريمات، أيها الإخوة الأعزاء جميعا، ورحمة الله وبركاته. سأقدم في هذه الورقة الملخص العام للبحث المعنون المرأة النموذج، قراءة في الأسس الفكرية والمعرفية. وقبل أن أبدأ أرى من الواجب أن أبين الهدف الذي على أساسه تم اختيار هذا العنوان وبالتالي هذا البحث. كما تعلمون قضية المرأة من القضايا الشائكة في العالم، ومن القضايا التي بحثت في كل صفحات التاريخ القديم والحديث وصولا إلى الزمن المعاصر، وتفاوتت الأطروحات والآراء والنظريات، وكل يدعي أنه يناصر هذه المرأة ويسعى لتقديم منظومة حقوقية كاملة تحفظ لها حقوقها الدنيوية وتؤمن لها طريق النجاة إلى الآخرة. في هذه الورقة أنا أريد أن أقدم الرؤية الإسلامية بغض النظر عن كل الأطروحات الأخرى، كيف ننظر إلى المكانة، كيف ننظر إلى الحقوق، كيف ننظر إلى الواجبات، دون مجاملة أو خجل من الأطروحة الإسلامية الحقوقية وغير الحقوقية، لأننا عندما نقدم المرأة النموذج وفق الرؤية الإسلامية نحن نقدم تلك المرأة، صورة تلك المرأة التي أرادها الإسلام والتي جاء بمعالمها في النصوص التشريعية الوحي. فإذن الهدف هو أن نقدم معالم الرؤية المتعلقة بالمرأة النموذج في الإسلام. مقدمة البحث: المرأة كما تعلمون تشكل نصف المجتمع المكمل للوجود البشري، ونحن عندما نقرأ قراءة عميقة ونجري نوع من التتبع الشامل في مصادر التشريع الإسلامي سنجد العديد من النصوص التي تحدثنا عن أصول تشريعية وقيمية تتعلق بمكانة المرأة، بوظائف المرأة وأدوارها، بواجباتها وحقوقها الفردية والأسرية والاجتماعية، فهي المولودة المحترمة والمدللة، وهي الفتاة العزيزة والشابة العفيفة المتسمة بالحياء، هي الزوجة صاحبة الحقوق والواجبات، هي الأم والجدة المكرمة، هي المربية، هي المرأة الرشيدة. في كل هذه العناوين توقف النص التشريعي وقدم لنا تشريعا ورؤية كاملة. في أي موقع من المواقع
نجد بأن النص قد بين المكان، الدور، الحقوق، الواجبات، وهذا يكفينا لنقدم الصورة الأكمل والنموذج الأكمل. وبالتالي لتتمكن المرأة من أداء أدوارها في هذه العناوين التي طرحتها، من المفترض أن نعود إلى الإسلام الصافي بعيدا عن كل الثقافات الدخيلة والفلسفات التي أتخمت وأكثرت من طرح الأفكار والنظريات والتنظير في هذا العالم. سنعالج هذه القضية وفق مرجعيتنا التشريعية الإسلامية التي ترسم الهوية الكاملة للمرأة المسلمة. يتضمن البحث المباحث الآتي: الأول، من هي المرأة النموذج وفق رؤيتنا؟ المبحث الثاني، مبادئ وأصول النظرة الإسلامية إلى المرأة. المبحث الثالث، البنية المعرفية الدينية للمنظومة الحقوقية الإسلامية. سأقدم ملخصاً عن كل عنوان من هذه العناوين. في المبحث الأول أجيب عن السؤال الآتي: من هي المرأة النموذج وفق رؤيتنا؟ هنا نقصد بالمرأة النموذج ذلك النموذج الذي حدده الدين الإسلامي ورسمه للإنسان بشكل عام، حيث يوجد عندنا رؤية كاملة وواضحة على المستوى الكلامي والتشريعي والقيمي للإنسان وللمرأة بشكل خاص، ويقوم على أساس النظرة الإسلامية إلى الوجود والحياة مكانة وحقوقا ونظام قيمي، إلى جانب الإيمان بالعقيدة التي ينبغي أن تتجلى بناء فكريا وثقافيا واجتماعيا وسلوكا عمليا منسجما مع الفكر والأصول الإيمانية والأحكام الشرعية التي تغطي مجالات الحياة الإنسانية كافة، والتي ينبغي أن تتربى عليها وتبنى عليها شخصية المرأة المؤمنة في هذا المجتمع. في هذا المبحث سأشير إلى ثلاثة أركان: البنية الإيمانية والعقادية المطلوبة للمرأة، المنظومة الجامعة لشخصية المرأة، الأصول الفكرية والمعرفية للجانب العملي للإيمان. قسم الأول، الركن الأول على مستوى المنظومة الأساسية الجامعة لشخصية المرأة. هنا يوجد أولاً ما يصطلح عليه المنظومة الوصفية أو التكوينية، التي تتعلق بشكل عام ببيان الأمور التكوينية التي ترتبط بمعرفة الوجود ومعرفة الإنسان ومعرفة العالم. ثانياً، المنظومة القيمية أو الأخلاقية، وتتعلق بجوانب القيم الشخصية المرتبطة بشخصية المرأة
والتي على أساسها يتم تحديد المفاهيم أو الأعمال أو الأفكار أو الباعث على العمل أو الفكر، تصنف على أنها جيدة أو سيئة أو جميل أو قبيح. ثالثاً، المنظومة التكليفية أو المنظومة الفقهية، وتختص بمجموعة التكاليف التي نصطلح عليها الأحكام التكليفية في الفقه الإسلامي. هذه المنظومات ترتبط مع بعضها البعض، وتلحظ البعد الفردي والبعد الأسري والبعد الاجتماعي. يعني مثلا المنظومة الأولى، منظومة الوصف، الرسم ما في حاجة، ما في حاجة إذا بتطلع، بس هو مش على الباوربوينت هذا، لا مستحيل، خلاص أنا بش تمام. نعرض الثاني. المنظومة الأولى مثلا الوصف تضم منظومة الشخصية الفردية للمرأة، منظومة شخصية الأسرة، منظومة شخصية المجتمع. ثانيا، منظومة القيم أيضا تضم منظومة الشخصية الفردية، شخصية الأسرة وشخصية المجتمع، يعني المرأة في المجتمع. منظومة التكاليف أيضا تضم المنظومة الشخصية الفردية للمرأة، ومنظومة شخصية الأسرة، ومنظومة شخصية المجتمع. أقصد بهذا التفصيل أنه عندما نتحدث مثلا عن منظومة الأحكام التكليفية الخاصة بالمرأة، هي تتوزع إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالجانب الفردي، وقسم يتعلق بكونها جزء أساسي من الأسرة، والقسم الثالث يتعلق بشخصيتها وبحضورها الاجتماعي. إلى جانب هذا الحضور وهذه المنظومات، أيضا يلتفت الدين الإسلامي إلى جوانب أخرى، يلتفت إلى البعد النفسي والبعد الذهني النظري والبعد السلوكي العملي. أيضا هذه الأبعاد ترتبط بتلك المنظومات. يعني نحن نتحدث عن في المنظومة التكليفية عن الشخصية الفردية في بعدها النظري، في بعدها السلوكي، وفي بعدها العملي. أيضا يمكن أن نفرع تفريعات أخرى ترتبط بالجانب الاجتماعي مثلا. فالعائلة النموذجية تتكون من أب وأم وابن، وبالتالي المرأة من يمكن للمرأة أن تمثل في العائلة دور من هذه الأدوار الثلاثة الآتية: دور الزوجة، دور الأم، ودور الأخت. وفق هذه المنظومة المتكاملة، حددت التشريعات الإسلامية، المصادر التشريعية في الدين الإسلامي، أصولاً وقواعد ومبادئ هي الأصل، وهي التي تشكل الخلفية الفكرية والثقافية والقيمية لكل ما يتعلق برسم الصورة، النموذج أو النموذج الأكمل للمرأة المسلمة. وهنا أنا رسمت مجموعة من الرسومات توضح هذه المنظومات. يعني مثلا منظومة الشخصية الأسرية للمرأة، في منظومة شخصية الزوجة مجموعة من الأحكام التكليفية والقيم والآداب والسنن، في منظومة شخصية الأم، منظومة شخصية الأخت، هذا في الجانب الأسري. في الجانب الاجتماعي، في منظومة الشخصية الثقافية، الاقتصادية، السياسية.
في الجانب الشخصية الفردية، في منظومة الشخصية الروحية الذهنية والسلوكية. ما أريد أن أقوله هنا بالخلاصة إن وجهة النظر الإسلامية في بناء النموذج الأكمل للمرأة المسلمة في أي عملية بحثية أو تربوية ينبغي أن تلحظ جميع هذه الجوانب مجتمعة لتتكون الأصول والمباني والرؤى الكاملة التي على أساسها يمكن أن نقدم الصورة أو النموذج الأكمل للمرأة المسلمة وغير ذلك. نحن نتحدث عن نموذج ناقص أو عن صورة مشوهة ليست كاملة على مستوى البناء والتربية والإعداد والتوجيه للمرأة المسلمة في مجتمعنا. في القسم الثاني بدي العرض. في القسم الثاني سأقدم جانب من الأصول الفكرية للجانب العملي. يعني نحن أسسنا أنه على المستوى العقائدي يوجد بنية إيمانية متكاملة، لكن هذه العقيدة ينبغي أن لا تبقى في الإطار المعرفي النظري، بل ينبغي أن نعمل لننتقل بها إلى أسس بناء الشخصية وفق النظام التشريعي والنظام القيمي في الإسلام. في هذا العرض سنحاول أن نقدم صورة المرأة النموذج بالاستناد إلى ما تعتقد به وتؤمن به. هذا ما عبرت عنه قبل قليل، الجانب العملي الذي ينبغي أن نترجمه من العقيدة في بناء الشخصية، بناء الفكري، البناء القيمي، وأخيرا في السلوك العملي للمرأة. إذن لتتمكن المرأة من أداء أدوارها المختلفة والقيام بواجباتها الرسالية بعيداً عن الثقافة الدخيلة أو الفكر والقيم الغربية وغيرها، ينبغي أن تحافظ على الالتزام العملي بمسار واضح ثقافي تربوي اجتماعي أسري وشامل لكل الأبعاد التي تحدثنا عنها في المنظومة. ما سأعرضه هو نموذج للجانب العملي لتلك المنظومة، نموذج يعني لجزء من هذه المنظومة، وإلا يمكن أن نكمل هذا الجانب في عروض أخرى موجودة إذا توفر الوقت. النقطة الأولى على مستوى البنية الفكرية والثقافية، نحن من وظيفتنا جميعا ولا سيما الأخوات الكريمات في المواقع والأماكن والجهات والمؤسسات المختلفة، من المفترض أن نتفق على أن النظرة الإسلامية إلى المرأة، أن تعتقد يعني أن نبني هذا الاعتقاد، هذا الجانب الفكري، أن النظرة الموجودة في الأصول الإسلامية التشريعية إلى المرأة على مستوى المكانة والأدوار والواجبات والحقوق هي الأسمى، هي الأكمل. لماذا؟ لأن هذا الأمر له صلة بأصل عقيدتنا. وقد يقول البعض إنه هذا الأمر بديهي،
أنا أقول لكم جميعا نتيجة قراءاتي ومتابعاتي التفصيلية في القضايا الفكرية والثقافية للمرأة في المجتمعات الإسلامية، نجد أن الكثير من الإشكالات أو الشبهات أو الأطروحات الدخيلة التي تقدم في مجتمعاتنا تأتي من أخواتنا الكريمات المؤمنات المتدينات. ليس اتهام، ممكن وجهة نظر، لكن ما أريد أن أقوله هنا أنه تأسيس هذا الجانب الفكري في النظرة الإسلامية إلى مكانة وأدوار وواجبات وحقوق المرأة في الإسلام هو الأسمى والأكمل. قضية الإنسانية لا أريد هنا أن أناقش تلك النقاشات المترفة في إنسانية المرأة أو لا، بقدر ما المطلوب أن نقدم ابتداء وتأسيسا كيف ينظر الإسلام إلى الإنسان كإنسان وإلى المرأة كمرأة. ثانيا، تعتقد بأن العدالة التشريعية تقتضي تمايزا في الأحكام الشرعية والأدوار والوظائف. في شيء في قسم بالبحث النظري أنا كتبته إن شاء الله يطلع عليه الأخوات، يرتبط بالتشريع الحكيم، يعني التوازن بين الخلق وعملية التشريع. فبالتالي التمايز في الأحكام الشرعية الذي ينعكس على مستوى الأدوار والوظائف هذا ينسجم مع الطبيعة التكوينية لكل من الرجل والمرأة، وهذا اختلاف تكويني في أصل الخلقة بينهما لا يمنح لا الرجل ولا المرأة امتيازا إيجابيا من حيث المكانة الوجودية. نعم، هو يرتبط بتبدل وتغير الأدوار في المجتمع. ثالثا، أنه نحن على مستوى المنهج المعتمد عندنا، المنهج الاجتهادي، كل الأحكام الشرعية ترتبط بملاكات، ترتبط بالمصالح والمفاسد. أيضا هذه النقطة فصلتها في البحث النظري التفصيلي، أنه لا يوجد حكم يرتبط بامرأة أو برجل أو بأي شيء في هذا الوجود إلا ويرتبط بملاك، والملاك عبارة عن المصلحة الشديدة أو المفسدة الشديدة، وهذا الملاك هو من عند الشارع سبحانه وتعالى. هذه قضية فكرية ينبغي أن تلتفت المرأة أولا إليها وتكون جزء من بنيتها الفكرية والثقافية. رابعا، أن الوظيفة الأساس للمرأة في ضوء الرؤية الإسلامية ذات طبيعة تربوية، أنا عندما أقول ذات طبيعة تربوية لا أقول ذات طبيعة تربوية حصرا، هلا في النقطة اللي بعدها تتضح، لكن هذه الطبيعة هذه الطبيعة التربوية يجب أن يحافظ عليها ليس فقط في المجتمع الإسلامي بل كجزء مكون لهوية المرأة في المجتمع الإسلامي، جزء مكون للهوية. والتغلي عن هذه الطبيعة التربوية في تربية الأبناء، في إدارة الأسرة، في تدبير الشؤون الداخلية هو التخلي عن جزء من الهوية، وهذا ما يعمل عليه الآخرون بمختلف الوسائل والأدوات والتشريعات والإعلام والأفلام والمسلسلات والسوشيال ميديا، هو تجريد المرأة من هذا الدور التربوي الرائد الذي يعطيها جزء أساسي من هويتها ودورها
في بناء أفراد هذا المجتمع وفي تربيتهم وإعدادهم ليكونوا جزء من دورة الحياة الناجح. خامسا، قضية الأمومة. طب هذه ترتبط بالتكوين وترتبط بسلسلة من التشريعات وترتبط بمجموعة كبيرة من النصوص، وليس بالضروري من الضروري أن تكون أحكام تكليفية في دائرة الواجب والحرام. النصوص الإسلامية التي تكرم الأم في الإسلام لا يوجد عند أحد مثلها في التاريخ، نصوص خاصة، نصوص صادرة عن الوحي، ويأتي الآخر ليسقط مكانة الأم والأمومة. بالتالي هذه وظيفة من الوظائف التي حددتها الشريعة، حددها الله سبحانه وتعالى. سادسا، في قضية الزواج، تعتبر الزواج وتأسيس أسرة متماسكة أولوية تمكنها من القيام بوظائفها وأدوارها المختلفة. أيضا هذه من القضايا الشائكة والمطروحة في الفضاء الثقافي. الجماعة الآن لا، ما في حاجة للزواج، قضية الأولاد يمكن الإتيان بالأولاد بلا زواج عادي، وأصبح جزء من الهوية الثقافية العامة عندهم في تلك المجتمع. هذا أمر عادي طبيعي، شرع قنن. أحيانا نضطر لنرى الآخر لنعرف قيمة ما جاء في ديننا. هنا نتحدث عن الأمر الفطري وعن المسار الذي رسمه الإسلام لقضية الزواج. طيب، عندما يحدد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا الدور، إنه جهاد المرأة في حسن التباعل، هذا ليس انقاصا أو انتقاصا من مكانة المرأة، هو يحدد هذا الدور الجهاد. طيب، قال للرجل عليك أن تذهب إلى الجيب إلى الجبهة بسلاحك وتقاتل بجسدك وتستشهد في سبيل الله، إن هو في جبهة وهي في جبهة، لهذا ينبغي أن تجسده وأن تربي عليه بالسعي لرضاه في طاعة الله من الناحيتين الشرعية والأخلاقية. قضية العفة تحرص، نحن نتحدث على أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تتحول إلى برامج تربوية وثقافية. يعني أنا لا أدعو الآن الأخوات إلى الحجاب، أدعو إلى أن يتحول هذا البرنامج. الآن في الحجاب وعفة المرأة، الجميع يقرأ ما يجري في فرنسا من حرب شرسة على الحجاب. حجاب مفردة إسلامية تتعلق بالشكل، يعني هم صمموا وصنعوا جميع أنواع الألبسة المفرطة، ما خلوا شكل، ما خلوا فكرة إلا وصنعوها واستخدموها، ويأتي ليحارب الحجاب. طبعا الحجاب نحن نقول هو جزء من هذه الهوية، العفة هي جزء ضمن الضوابط الشرعية والأخلاقية والأعراف الحميدة. الجانب الوجداني والعاطفي هو جزء في أصل الخلقة والتكوين، ينبغي أن يحافظ على حيويته وعلى فاعليته
في الحياة الزوجية والأسرية. هذا أصل موجود في القرآن الكريم عندما تحدث عن المودة والرحمة والسكن واللباس، وهذا أصل تم التأكيد عليه في تربية الأبناء أيضا. وبالتالي لا بد من أن يكون حاضرا حيويا فاعلا نشطا في مختلف مراحل الحياة الزوجية والأسرية. يحتاج إلى إدارة، إلى تحكم بما يخدم الدور الرسالي للمرأة في الحياة. الحس الجمالي الباطني والظاهري ضمن الحدود والضوابط الشرعية أيضا هو جزء ينبغي أن يكون حاضرا. الدور الذي ينبغي أن تبذله وتقوم به المرأة في تعزيز ثقافة العفة والحياء والستر والحجاب في كل الساحات والأماكن هو نموذج حضاري ينبغي أن يحفظ، وهو يعزز إنسانية المرأة وخصوصياتها. العمل الاقتصادي للمرأة بهدف كسب الربح، بالحقيقة هنا ندعو إلى التوازن. يعني قبل قليل تحدثت عن الوظيفة التربوية وأنها أولوية وأساس، وهذا الكلام ليس تحليل أو تأسيس نظري مني، هو مبني على دراسات ميدانية وإحصائية تفصيلية شارك فيها مجموعات كبيرة من الأخوات والنساء. العمل الاقتصادي والوظيفة التربوية ينبغي إيجاد آلية وصيغة حتى لا نصل إلى التعارض، حتى لا نصل إلى التعارض. أنا لا أدعو إلى عدم عمل المرأة أو عدم حضور المرأة في الساحات التي تناسبها فقط، ساحات تربوية، تعليمية، الاجتماعية، النسائية، تبليغية. ينبغي أن تكون المرأة حاضرة وفاعلة ونشطة، لكن بما لا يتعارض مع أدوارها الأخرى ووظائفها التربوية وحضورها الفاعل والحيوي في الحياة الزوجية والأسرية. أيضا في البحث النظري خصصت مكانا للإجابة باختصار عن كل ما يطرح عن كل ما يطرح في قضية المرأة والرجل، والمرأة خلقت من ضلع الرجل وهذا نقيصة في حق المرأة. نحن هنا نتحدث عن أصل له تفصيله هناك. أصالة الشراكة في الهوية الإنسانية، تكامل في المشروع، امتلاك الاستعدادات والقابليات موجودة عند كل من الرجل والمرأة في طريق الإيمان والوصول إلى الكمالات المعنوية. بمنظومة تكامل الأدوار بين المرأة والرجل لا تقوم على الصراع كما قدم الآخرون هذه العلاقة، أنها علاقة صراع، علاقة يحكمها القانون وتحكمها الشرطة. الإسلام أراد لهذه العلاقة أن تكون قائمة على المودة والرحمة، وعلى قيام كل من الرجل والمرأة بمجموعة من الأدوار والوظائف لتتحقق عملية التكامل في
في بناء حياة زوجية سعيدة، وفي تربية أسرة إسلامية متدينة وعفيفة. أخيراً، مجموعة القضايا الفقهية التي يطرحها الآخرون كإشكالات على الفقه الإسلامي في قضايا النفقة والإرث والزواج والحضانة والمهر والعمل، أيضاً من القضايا التي تحدثت عنها بالتفصيل في داخل هذا البحث. هيدي أخيراً، هديك قبل الأخير. موضوع القدوة والأسوة، نحن حقيقة نحتاج إلى دراسات تفصيلية في جوانب القدوة والأسوة في الموضوع التربوي الأسري الاجتماعي. يعني نقرأ كثيرا ونسمع على المنابر كيف كان يتعامل الإمام علي عليه السلام مع سيدة الزهراء عليها السلام كزوجة وكأم. نحتاج إلى تبريز، تسليط الضوء وصياغة جديدة بخطاب ثقافي تربوي جديد على هذه القضايا مع كل نساء الرسالة. نحتاج إلى خطاب ثقافي تربوي اجتماعي جديد يسلط الضوء على جوانب القدوة في السيرة العملية للنبي وللسيدة الزهراء وللأئمة عليهم السلام من جديد. ما كتب بالأعم الأغلب تاريخي تحليلي قائم على مناقشة الآراء التاريخية ونقد الآراء التي قدمها الآخرون. هذا مطلوب، لكن الآن نحتاج هذا الجانب. أيضا ينبغي أن تكون حاضرة على مستوى القضايا الوطنية، هموم الناس، خدمة المجتمع، الأعمال التطوعية في ساحة في أيام السلم أو في أيام الحرب، وتطور نفسها معرفيا، تتحصن بالفكر، تمتلك قدرة ومناعة وثبات في مواجهة ومناقشة ورد الشبهات، وتعتبر قضايا المرأة وفق هذه الرؤية الإسلامية من وظيفتها الأساسية، لتشارك وتكون حاضرة لتشكل جزءاً أساسياً من كل الفعاليات التي يمكنها المشاركة والحضور فيها. هلا على مستوى الأسرة هذا تفصيل آخر. ما عرضته في هذا الملخص يتعلق بمجموعة الأصول المرتبطة بأدوار المرأة. يوجد مثل هذا الجانب، سأترك نسخة عند الأخوات، يتعلق بأدوارها الأسرية التفصيلية أيضا في 20 أصل. خلاصة كلامي قبل أن أترك الكلام للمداخلات، أن مجموع هذه الأصول التي قدمتها حول المرأة ومجموع الأصول التي ترتبط بأدوار المرأة في الأسرة تشكل خلفية فكرية وثقافية إذا اعتمدنا عليها نستطيع أن نبني برنامجا له رؤية واضحة يرتبط ببناء وإعداد شخصية المرأة النموذج وفق الرؤية الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. الحمد لله رب العالمين. طبعا في البحث أنا يوجد رسوم تفصيلية تربط العلاقات القائمة بين مجموع المنظومات التي تحدثت عنها في القسم
الأول، ويوجد كلام عن المنهج الذي يعتمد في تأسيس رؤية كاملة حول شخصية المرأة النموذج. تفضل دكتور. نشكر سماحة الشيخ حسن الهادي على هذه السياحة المعرفية الفكرية الطيبة المباركة التي حاولت أن تكشف عن صناعة نموذج لفئة النساء، سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمعي. ومفهوم الأسوة والقدوة والنموذج مفهوم قرآني، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك الفلسفات الوضعية أيدت هذا المنشأ، بحيث يقول الفيلسوف العلم توماس كون في كتاب بنية الثورات المعرفية أن المجتمع يبنى ويهد من خلال تقويم أو دعم النموذج المعرفي للمجتمعات أو كسره. نتمنى على الأخوات الفضليات أن يعني يطرحن المداخلات كيما نستمع إلى سماحة الشيخ ونستثمر وجوده لنتمم ما بقي من تفاصيل هذه الورقة. نتمنى على الأخوة في إدارة القاعة جمع الأوراق التي كتبنا فيها الأخوات مضامين المداخلة، لا بالكتاب عشان نستثمر الوقت. كتاب عفوا، كتاب كتاب. ورقة بابا، ورقة ورقة. اجمع الأوراق عزيزي، موجود أوراق، اعطيني يا حبيبي. اعطيني هذه الأوراق عزيزي، اعطينيها بين ما تجمع البقية. عشتيدك عزيزي. طبعا هذا احدى سؤال من الاخوات تسال سماحه الشيخ انه الان يوجه الى المراه، وتفضلتم بخلال الحديث ما يوجه إليها من غزو فكري وثقافي عبر مواقع التواصل والإنترنت وما إلى ذلك من ما تضخ الدوائر الخارجية لاستهداف هذا المفصل الرئيسي في المجتمع. السؤال هو كيف يمكن لنا أن نصنع برامج لتحصين المرأة فكريا وثقافيا؟ بدقيقتين سيد الشيخ، لأن عندنا أسئلة كثيرة. طبعا نحن نحتاج إلى مجموعة كبيرة من البرامج الثقافية التوعوية والإرشادية في حقيقة الأمر للأخوات من مراحل الطفولة الأولى. كما تعلمون ما يصل بالسوشيال ميديا يصل بوسائل وأساليب وتقنيات متعددة متنوعة جذابة ومؤثرة، وبالتالي أصبحت هذه المواد المنشورة في السوشيال ميديا تشكل أحد مصادر المعرفة. أنا وفق بعض الدراسات الإحصائية الكبيرة موجهة لشابات 47% منهن يعتبرن أن السوشيال ميديا هي مصدر المعرفة الأول، وهذا يعني إنعنا. أولا نحن نحتاج إلى من جهة أن نركز برامج البناء والتوجيه والإرشاد في كل المراحل، وثانيا هذه الساحة موجودة
أقصد الإعلام الجديد السوشيال ميديا، هي ساحة موجودة، قبلت أنا وأنتم أم لم نقبل؟ هي دخلت إلى كل بيوتنا برضانا بغير رضانا، وأماكن محدودة جدا تستطيع أن تحجب عن أبنائها هذه الوسائل. هذا يتطلب منا أن نعطي هذا العالم في مؤسساتنا يعني قيمة واستثناء خاصا، ابتداء من إنتاج المواد إلى إنتاجها إلى إخراجها إلى ترويجها إلى تنويع الأساليب، لنغرق هذه الوسائل بما عندنا من مواد ثقافية دينية تربوية اجتماعية، وهذا ممكن. يعني بعبارة ثانية، لا ينبغي أن لا تترك هذه الوسائل للجهود الفردية، هي تسد ثغرة جزئية بسيطة. الآن صناعة الرأي العام، وجميعنا شاهد ما يحدث في فلسطين، صناعة الرأي العام يستند إلى قوة الحضور في هذه الوسائل، إما أن نكون حاضرين على مستوى الثقافة التي نحملها فيما يتعلق بتحصين المرأة ونعطي نحن المواد، أو أن هذه المواد ستأتينا من الآخر ومن الثقافة التي يحمل. سمحت الشيخ، هذه ورقة، سؤال الأول عن موضوع الثابت والمتغير في التشريع الإسلامي. جميل. سؤال مهم جدا. تقول الآن يعني أصبحت المرأة شريكة في الإنفاق داخل الأسرة، هل يمكن أن يعني يتغير على وفق عاملي الثابت والمتغير في التشريع الإسلامي، أن يعاد النظر في موضوع النفقة ويعني حصة الامرأة في الإرث، أم هذا الأمر من الثوابت التي لا يمكن أن يعاد النظر فيها؟ هو التطبيق على الإرث يعني مجمل التعاملات المالية. طبعا موضوع الثابت والمتغير من القضايا المطروحة على المستوى الفكري وعلى المستوى الفقهي وحتى على المستوى التربوي والثقافي، يعني ولا يرتبط فقط بالقضايا المتعلقة بالاجتهاد بقضايا المرأة. يعني مثلا هلأ كيف نربي أبناءنا في هذا العصر في ظل تحديات جديدة واحتياجات جديدة؟ يوجد مجموعة من الثوابت ويوجد مجموعة من المتغيرات، لكن تحديد المتغير هو الأساس، كيفية التعامل مع المتغير هو الأساس. على مستوى الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة كالنفقة والإرث، هنا عندما تكون الأدلة صريحة قطعية كما هو الحال في آيات الإرث والروايات المفصلة لها، هذا يجب أن ندرسه وفق الرؤية الكاملة، يعني ندرس الموضوع المالي المتعلق بالمرأة ككل، كما طرح السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا، هو قدم نموذج على الاقتصاد، نفس النموذج وفق نفس النظرية ينبغي أن ندرس القضايا المالية المتعلقة بالمرأة بحسب بعض الدراسات، يعني عندما نقرأها كمنظومة متكاملة. أنا قرأت بعض الدراسات الحديثة وبعض الإحصاءات، تبين أن حصتها بالمجموع أكبر من حصة الرجل في الإرث فقط، بالمجموع تتغير المعادلة. نعم يوجد الآن بحوث جديدة حديثة تأسيس لنظريات، لأنه على المستوى الفقهي عادة ينبغي أن تنضج المباني الأصولية
ثم فيما بعد ننتقل إلى المرحلة التطبيقية في عملية الاستنباط لنتحدث عن عملية تغيير. بس لابد من هذه القراءة الموضوعية الكاملة. هلأ في الموضوع المالي وفي غير الموضوع المالي أيضا. عمليا كيف يمكن لنا أن نترجم وجود المرأة بوصفها كيانا ليس بشريا فقط وإنما كيانا إنسانيا ومفصليا في بناء المجتمع بعيدا عن الفلسفات الغربية إسلاميا؟ كيف يمكن لنا أن نعيد النظر إلى هذا الموضوع على وفق التشريع الإسلامي؟ نعم، قضية الحضور الاجتماعي الفاعل للمرأة في المجتمع، الحقيقة القضية لا تنحصر في العمل المرتبط بالجانب الاقتصادي أو أنها شريكة في النفقة أو ليست شريكة في النفقة. هلأ سواء شاركت أم لم تشارك، الفقه الإسلامي يلزم الرجل بالنفقة على المرأة بما يليق بحالها وشأنيتها، بل لعلها من الموارد الوحيدة والخاصة أنه إذا قصر الرجل في أداء النفقة تتحول هذه النفقة إلى دين في ذمته يجب عليه قضاؤه، يعني يجب رده إلى المرأة. في الحضور الاجتماعي ينبغي أن تكون المرأة حاضرة بفعالية وبشكل تفصيلي في الجانب التربوي أولا داخل الأسرة. يعني عندما أقول حاضرة بشكل فاعل وتفصيلي، يعني هي تعمل وفق رؤية كاملة ومتوازنة مع الرجل لتتمكن من تربية هذه المجموعة الخاصة المسمات بالأسرة. هذه المجموعة الأسرة ستشكل جزءاً مع أسرة أخرى إلى جانب أسرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، وهكذا نستطيع أن نبني المجتمع. ثانياً، المرأة التي تكون حاضرة في المؤسسات التربوية والتعليمية أو في مراكز التدريب أو في ميدان الكتابة والبحث العلمي أو في المنبر الإعلامي، حقيقة ينبغي أن يربط الجميع رؤية، يعني أن يعمل الجميع تحت رؤية واحدة، تحت مجموعة من الأهداف استراتيجية. الإعلام يستطيع أن يقدمها بما يملك من أساليب وطرق، بالتعليم تقدم بطرق أخرى، بالعمل مع الفتيات أيضا وسائل أخرى، في الكتابة البحثية، في الكتابة الثقافية، نفس الهدف استراتيجي للجميع لكن يسيل على كل الساحات وعلى كل الميادين. هكذا نعمل وفق رؤية واحدة وتكون المرأة حاضرة في هذه الساحة وتكون شريك صانع ومؤسس وباني إلى جانب الرجل لكل أركان هذا المجتمع. هذا من الأدوار المهمة، لكن بشرط الرؤية والتخطيط والبناء وفق أهداف استراتيجية واحدة تتطور وتتبدل وفق التحديات والاحتياجات المعاصرة. سمحت الشيخ، السؤال الآتي: المرأة ليست مستقلة في المجتمع بوصفها مرة أما ومرة أختا ومرة بنتا، لذلك كيف يمكن لها أن تمارس دورها وتؤدي وظيفتها في حين هناك مقيد آخر وهو الشريك الرجل، سواء كان أخا أم أبا أم زوجا؟
أنا لا أوافق أن نقيم آخر أباً وأخاً وزوجاً وغيره، لا، القضية محددة على المستوى الشرعي بالولي، لتارة يكون الأب والجد من جهة الأب والزوج ببعض الجوانب، يعني هذا الموجود في الفقه الإسلامي. هلا الموجود في الأعراف يختلف من بلد إلى بلد آخر. نعم، هنا يوجد مسألة حساسة، أنه إلى جانب تثقيفنا وتوجيهنا للمرأة ينبغي أن نثقف ونوجه الرجل أيضا. نحن نتحدث عن عملية متكاملة، يعني نتحدث عن مجموعة من الأدوار والوظائف التي ينبغي أن تؤديها المرأة في المجتمع، ينبغي أن يكون الرجل أيضا واعيا وملتفتا وعنصرا مساعدا. للأسف ممكن على المستوى العملي أو الواقعي تختلف الأولويات، يعني هي تملك شخصية فاعلة حاضرة، لكن يوجد مقيدات من الأسرة، من الأب أو غير الأب مثلا. هذا يحتاج إلى عملية تثقيف مزدوج للرجال وللنساء، يعني ينبغي أن يفهم هذا الدور. أنا عندما تحدثت عن دور، عن أولوية في الدور التربوي الأسري، لم أنفي بل دعوت وأكدت على ضرورة أن نلتفت إلى الدور الآخر. أنا راجعني الكثير من الأخوات وقال: هل تثقفون الرجال على هذه الأمور التي تكتبون للأخوات وتدرسون وتدربون الأخوات؟ لم يكن عندي جواب واضح وكامل. نحتاج إلى إجابة واضحة في الحقيقة، إنه هذه البرامج يجب أن تقدم للطرف الآخر أيضا. سؤال عن قوله تعالى: وقرن في بيوتكن إلى آخر الآية، حسب السياق والتفسير وآراء العلماء، هل هي مخصصة بفئة معينة من النساء أم تجري على عموم فئات النساء؟ أنا في البحث التفصيلي عالجت منهجيا مجموعة الروايات التي تقدم أو تهاجم كما يقولون وتنظر نظرة سلبية إلى المرأة، عالجتها على المستوى المنهجي، يعني قدمت القراءة المنهجية الوافية حولها، وأشرت هناك إلى كيفية تعاملنا مع الآيات القرآنية الكريمة حول المرأة. المنهجية المعتمدة أنه أولا نحن نتعامل مع ظهور النص القرآني كما هو، وثانيا نذهب إلى الروايات والنصوص المفسرة بشكل مباشر، وثالثا نذهب إلى الروايات التي تقيد أو تخصص أو تبين ما جاء في الآية الكريمة. في هذه الآية إن حملناها على خصوصية مجموعة وفئة خاصة من النساء، هذا موجود في التفسير، وإن أردنا أن نوسع كما هو التعامل، حال التعامل مع الآيات القرآنية أنها تأتي في مناسبة وترتبط بسبب نزول، لكن يمكن التعامل معها على مستوى التعميم، فينبغي أن نربطها بالمنهج الآخر إلى جانب الروايات التفسيرية التي تقيد وتبين الجوانب الأخرى التي تتحدث عن استثناءات لأدوار خاصة بالنساء في المجتمع أو في ساحة الحرب من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. سماحة الشيخ، يعني بقيت لدينا 4 دقائق ولدينا 4 أسئلة، فراح أجمعها. نزيد الوقت. أي، والملتزمين بنظام يعني. بنظام. أي. قضية كيف يمكن صناعة المبلغة، ونحن أحوج ما يكون في أن يكون هناك مبلغات نسويات في المجتمع النسوي من أجل بيان
حقوق المرأة، سواء كان ذلك على مستوى المجتمع النسوي أو على مستوى المجتمع العام، ونقل ذلك بأمانة إلى المجتمع الأكاديمي. المجتمع الأكاديمي؟ الأكاديمي، يعني ليس فقط المجتمع العام وإنما كذلك المجتمع الأكاديمي. في قضية بناء شخصية المبلغة، أولا من الثابت أننا نحتاج إلى أخوات مبلغات. عملية التبليغ لها موضوع، موضوعها هو دين الإسلام، لهذا في المرحلة الأولى ينبغي أن يكون هناك دورة في المعارف الإسلامية المتعلقة كأولوية في المرأة، وقضايا المرأة، قضايا الأسرة، قضايا التربية، تحديات الأسرة، تحديات المرأة، الاحتياجات، إحصاءات من الواقع، هذا مطلوب ينبغي أن يدرس. وثانيا ينبغي أن يكون هناك برنامج تدريبي، يمكن أن يكون هناك برنامج تدريبي كامل في ما يقرب من 50 ورشة تدريب ترتبط بفعاليات التبليغ المعاصر للمرأة في الساحات المختلفة. هذا البرنامج إن طلب أنا يمكن أن أقدمه إلى الأخوات كبرنامج، لكن يحتاج تطبيقه إلى حوالي يعني 3 سنوات. طبعا نشكر سماحة الشيخ على هذه الإفاضات الطيبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناته إن شاء الله. نستكمل برنامج المعرفي من خلال الورقة التي سيقدمها سماحة الشيخ هاشم الميلاني. طبعا أنا بعض الأسئلة دمجتها لأنها مشتركة، عفوا سماحة السيد، وبعضها لا تتعلق بمحور الورقة، لذلك هي ليست باختصاص هذه الندوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من دخل الجنة فاطمة، وقال: إن الله عز وجل فطم ابنتي فاطمة وولدها ومن أحبهم من النار، فلذلك سميت فاطمة. وقال: فاطمة بضعة مني يسرني ما يسرها. إذن تعالوا نستزيد من عبق الزهراء عليها السلام مع سماحة العلامة السيد هاشم الميلاني، ومحاضرة بعنوان مصطلحات نسوية، بعد أن نكلله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني نرجو من الأخوة والأخوات وضع الهاتف على وضع الطيران أو الصامت، كيما نحافظ على هدوء القاعة ونشرع بالمحاضرة. سماحة السيد هاشم الميلاني باحث في الفكر الإسلامي، المشرف على المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، له مجموعة من المؤلفات منها رواد الإصلاح عند الإمامية وأثر المناهج الغربية في قراءة الدين وغيرها، ملحوظة أخوات الفضليات فيما يتعلق بأي سؤال ممكن أي عن في لأذهانكم، يمكن التواصل على الخاص لموقع المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية على التليجرام، ويوجه السؤال لسماحة الشيخ حسن الهادي أو لسماحة السيد هاشم الميلاني إذا لم يتسع الوقت للتداول في الأسئلة الأخرى. سيعرض علينا سماحة السيد هاشم الميلاني ورقة بحثية معرفية بعنوان مصطلحات نسوية، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد
ابن عبد الله سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور، السيدات الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البدء أبارك لكم مولد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والتي اجتمعنا في مناسبة ولادتها سلام الله عليها، وهي القدوة الحسنة للنساء والرجال على السواء. ونحمد الله تعالى أن وفقنا للحضور في هذا الجمع المبارك لنتكلم عن بعض الأمور وبعض المعارف التي تهم الوضع المعاصر في وقتنا الحالي في الوطن الإسلامي بشكل عام. سمعت الشيخ تفضل وذكر الرؤية الإسلامية لموضوع المرأة بما يتناسب مع المنظومة الكونية الإسلامية الكاملة، ونحن إذا أردنا أن نقارن هذه المنظومة مع المنظومة الأخرى التي هي المنظومة الغربية لابد وأن نقف على أهم المعالم التي تحدث عنها الغرب بخصوص المرأة وشأن المرأة، لأن الموضوع لا ينفك عن الخلقة. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه من ذكر وأنثى، وهذه المباحث سارية وجارية ولا يمكن أن نغفل عنها. الموضوع الذي انتخبته في هذه المحاضرة المباركة وبهذا الحضور المبارك بحمد الله تعالى وفي هذا اليوم المبارك وعلى رحاب العتبة العباسية المقدسة هو مصطلحات نسوية، وانتخبت منها الفيمينيزم والجندر وتمكين المرأة، مصطلحات كثيرا ما نسمعها وتتداولها وسائل الإعلام والساسة والمفكرين والمثقفين والحوزات والأكاديميات إلى ما شاء الله تعالى، وربما كثير منا أو بعضنا لا نعلم معناها بشكل جيد، نتردد ونقول الجندر الجندر، تمكين المرأة، فيمينيزم، الحركات النسوية، ولكن ما معناها؟ كيف تولدت؟ شنو هي الأسس والمباني الفكرية التي تعتمد عليها؟ هل هي صحيحة؟ هل هي خطأ؟ هل هي صحيحة مطلق؟ خطأ مطلق؟ أو فيها نسبة صح نسبة خطأ؟ فهذه القضايا كلها لابد وأن نتعرف عليها ونتخذ الموقف المناسب إسلاميا منها طالما نحن في مواجهة الخط، وسيما الأخوات الكريمات إن قسم منهن جامعيات قسم منهن أكاديميات، وفي خضم هذه المعركة الثقافية الكبيرة التي نشهدها خلال هذه السنوات والعقود الأخيرة. في الحقيقة موضوع المصطلحات النسوية الفيمينيزم والجندر وتمكين المرأة هي مصطلحات غربية وردت إلينا من الثقافة الغربية، ولو أنها لم تدخل إلى العالم الإسلامي ما كان حاجة للتطرق إليها إلا على مستوى التخصص، يعني اللي عنده تخصص علمي خاص في مجال علمي خاص يأتي ويبحث هذه المصطلحات. ولكن طالما دخلت هذه المصطلحات كغيرها من المصطلحات إلى العالم الإسلامي واحتك بها الرجل واحتكت بها المرأة أيضا، فلا بد من التعرف عليها ولو إجمالا وبما يتناسب على الوقت اللي متاح لنا في هذا المجال. إذا أردنا أن نتعرف على وضع المرأة في الغرب، إذن نحن لابد وأن ندرس موقف الغرب من المرأة. الغرب كما تعلمون بدأ منذ 2500 سنة، 500 سنة قبل الميلاد، ميلاد السيد المسيح عليه السلام، في الفترة اليونانية الإغريقية ثم الرومانية ثم القرون الوسطى ثم عصر التنوير وإلى زماننا هذا. نحن أمام حقبة زمنية 2500 عام. إذا أردنا أن نستقرأ وضع المرأة خلال هذه القرون والأعوام الكثيرة نرى أن وضع المرأة في الغرب وضع مزري، وليس هو على ما يرام، قد يخالف العقل، قد يخالف الفطرة، يخالف الوجدان، على خلاف ما الآن يصوت له ويروج له في وسائل الإعلام. وعلى سبيل المثال أنا أنقل كلام الباحثة النسوية الغربية سوزان مولر التي توفيت عام 2004، هاي معاصرة، تقول هذه الباحثة تقيم وضع المرأة بعد هذا الجهاد أو الكفاح الطويل حسب تعميرهم للدفاع عن حقوق المرأة والمساواة وإلى آخره،
تقول بعد هذه المدة إن النساء الآن يعني في قرن العشرين في قرن 21 مواطنات، ولكن فإن الشيء الذي لا يمكن إنكاره إنهن بقين مواطنات من الدرجة الثانية. هذه امرأة غربية نسوية تدعو إلى حقوق المرأة، وهذا تقييم عن وضع المرأة في الغرب، وتقول فإنهن لم يقتربن في أي مكان من المساواة مع الرجال. وهي لا تدرك عندما تقول المساواة وتنادي بالمساواة مع الرجل، هي هذه تعطي نظرة دونية لها، يعني هي تريد تساوي نفسها، ترفع نفسها للرجل، وكأن الرجل هو في مرحلة مثلا متكاملة في القمة، وأنا لازم أوصل إلى الرجل حتى أوصل إلى المساواة. هي هذه هي أساس المشكلة أيضا قد تكون. فالمرأة إذا نبدأ من عصر اليونان، أنا لا أريد أن أنقل الكلمات النابية للأسف من كبار فلاسفة الغرب تجاه المرأة منذ أفلاطون إلى أرسطو إلى قرون الوسطى في العصر المسيحي خلال 1000 سنة إلى العصر التنوير، كبار فلاسفة الغرب الذين تحدثوا عن المرأة بنظرة دونية واستهزاء وإشمئزاز. مثلا على سبيل المثال نرى أن في القرون الوسطى المرأة في عصر اليونان وفي عصر الرومان ما كانت لها قيمة اجتماعية كبيرة، ما كان لها حق التملك، ما كان لها حق التصويت السياسي، ما كانت حق التعليم، كانت محرومة من كثير من الحقوق البسيطة والابتدائية والفطرية اللي من أولويات فكرنا الإسلامي. افترض حق التعليم من أولويات فكرنا الإسلامي، أن المرأة لها الحق في التعليم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. هاي القضية بالنسبة لنا جدا بديهية، ولكن قبل 2000 سنة 2500 سنة 1000 سنة هاي ما كانت المرأة تصل إلى حقها في التعليم. فعندما نأتي إلى العصر المسيحي والدين المحرف المسيحي، طبعا حملت المرأة إضافة إلى الحالة المزرية اللي كانت عليها سابقا، حملت جريمة خروج آدم عليه السلام من الجنة. يعني التعاليم الدينية المنحرفة التي كانت موجودة عند الإنجيل والتراث المسيحي المنحرف، أن الذي سبب في خروج آدم من الجنة هي كانت حواء امرأة. فلذا أصبحت الدونية للمرأة نظرة متشددة في الفكر المسيحي المنحرف، ليس الفكر المسيحي الأصيل. عندما نأتي قد يقال هذا كان في عصر الظلام وفي عصر عدم تقدم العلم وفي عصر يعني ما كانت النهضة العلمية موجودة، ولكن عندما نأتي إلى عصر التنوير، عصر التنوير بدأ تقريبا 400 سنة من عام يعني من القرن 16 تقريبا، بدأت النهضة العلمية والتنويرية حسب ما يقال في الغرب، وتغيرت المعالم بشكل كبير، ولكن الوضع بالنسبة للمرأة لم يتغير. على سبيل المثال نرى أن جان جاك روسو هو من أعمدة الفكر السياسي في الغرب، وله كتاب العقد الاجتماعي معروف للخوات اللي هن دارسات في المجال والمناخ السياسي. شو يقول؟ يقول إن من مقتضيات قانون الطبيعة أن يكون النساء تحت رحمة أحكام الرجال. هاي النظرة الدونية اللي هي يعني يراها بالنسبة للمرأة. ويضيف على هذا أن البنت لابد أن تكون على دين أمها، ويجب أن تكون كل امرأة على دين زوجها، ويضيف الطين بلة حسب تعبيرنا، حتى لو كان هذا الدين خطأ، حتى لو تعتقد أن هذا الدين خطأ، ولكن يجب عليها أن تكون تحت تدين الرجل. طبعا هذا ما موجود عندنا احنا، بالنتيجة المرأة هي على كل حال عندها استقلاليتها وعندها حريتها. نعم انت قد لا يجوز لك ان تتزوج مع مشركة، او لا يجوز للمرأة ان تتزوج عن مشرك، ولكن هذا شيء اختياري، يعني ما تروح تتزوج، مو معناته اذا انت تزوجت او تزوجتي لابد وان تتخذين نفس المذهب او نفس الدين اللي الزوج يعتقده. نتطور الامر الى كانت، ايضا من كبار فلاسفة الغرب، وهو العقل المحوري في الغرب، ايضا كذلك له موقف سلبي تجاه المرأة، أنا لا أقرأ كلماتهم. عموما هذا التوجه اللي طام تقريبا 2000 سنة في الغرب أدى إلى ردة فعل وحالة انفعالية في الغرب، اتولدت حركات نسوية لمناهضة هذا الاضطهاد وهذا الظلم، اللي نحن أيضا نعتقد في كثير منا أن هذا كان ليس من باب العدالة وليس له نسبة من الصحة. نأتي إلى المصطلح الأول بعد هذه المقدمة التمهيدية، ونقول الفيمينيزم. الفيمينيزم هو يترجم إلى اللغة العربية الحركة النسوية، ومأخوذ من الفيمن أي المرأة، ما استعمل في اللغة الإنجليزية والفرنسية،
طبعا عندما أطلق هذا الاسم وهذا العنوان على الحركات النسوية أطلق به معاني ومصطلحات أخرى، ولكن بتقدم الزمن صار يطلق على الحركة النسوية التي تطالب بحقوقها وتطالب المساواة. طبعا وضع المرأة بما أنه كان هامشيا في الغرب دائما على الثقافات والمدارس الفكرية المختلفة، ما وصلنا إلى فالتعريف منسجم ومتكامل عن الفيمينيزم أو الحركة النسوية في الغرب أيضا. كل مدرسة وكل تيار حسب تفكرها، حسب مبانيها الفكرية، مبانيها الفلسفية، أعطى التعريف للحركة النسوية أو للفيمينيزم. فهم أيضا يعترفون أن قضية الفيمينيزم ليس لها تعريف واضح ومنسجم. على سبيل المثال الباحثة النسوية المعاصرة أيضا ستيفاني هوتشون رايت تقول: لكن القرن العشرين بيّن لنا ولا يزال يبين لنا حتى الآن تنوعا هائلا في الصيغ التي يتجسد فيها الفكر النسوي والكتابة والتحركات النسوية. أكو تنوع جدا كبير، تعاريف جدا كبيرة، فلذا لا يمكن أن نصل إلى تعريف موحد عند الجميع. ولكن إذا أردنا أن نعرف الفيمينيزم والحركة النسوية نأتي إلى موقع الإسكوا الذي أسسته الأمم المتحدة في فرع المرأة. يقول: ما هي الحركة النسوية أو الفيمينيزم؟ الإيمان بضرورة تمتع الرجال والنساء بحقوق وفرص متساوية، إنها نظرة المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين. هذا الفيمينيزم والحركة النسوية، إذن العمود المحور هو المساواة. لماذا ظهرت النسوية في الغرب؟ هناك عدة عوامل أدت إلى ظهور النسوية في الغرب. قد نوجزها في خمسة أسباب وعوامل. العامل الأول نهضة الإصلاح الديني. تعلمون أن في الغرب المسيحية كانت كاثوليكية، ثم في القرن السادس عشر بدايات القرن السادس عشر حصلت نهضة إصلاح الدين على يد مارتن لوثر، وتغيرت وانقسمت المسيحية إلى كاثوليكية وبروتستانتية مع النظرة الإصلاحية التي موجودة. هذه كيف ساعدت على ظهور النسوية؟ النظرة البروتستانتية بأسسها ومبانيها الفكرية تقول أن الإنسان هو بإمكانه أن يتوجه إلى الكتاب المقدس ويفهم الكتاب المقدس من دون حاجة إلى وسيط. هذه كانت إحدى العوامل المساعدة إلى أن تتوجه المرأة لقراءة النصوص للكتب المقدسة وتجتهد فيها حسب ما يعني وضعها اللي هي تشوفه. وكذلك ساعدت نهضة الإصلاح الديني على الحركة الليبرالية، يعني فسحت المجال للفردية وفسحت المجال للليبرالية لاحقا تتولد في الغرب. هذا العامل الأول كان المساعد لظهور الحركات النسوية. العامل الثاني ظهور الليبرالية. الليبرالية هي الحرية، إن أردنا أن نترجمها إلى اللغة العربية، الحرية، التحرر وإعطاء القيمة للفرد، الحرية من القيم، الحرية من الدين، الحرية من كثير من الأخلاق والعادات والأمور الموجودة، والبحث عن الفردية وعن النفعية الفردية. هذه هي الليبرالية بأسسها الأساسية. هذه أيضا دعت إلى تحرر المرأة كحرية بجميع يعني مفاهيمها، وأن تتحرر من التقاليد، وعززت فرديتها وانفصالها شيئا فشيئا عن الأسرة وعن المجتمع، التقاليد الصحيحة التي كانت سائدة في الغرب. العامل الثالث هي الثورة الصناعية. الغرب كان يعيش حالة زراعية، تجارة، ملاحة، صيد، ولكن انتقل في القرن السابع عشر تقريبا، سادس عشر، سابع عشر، إلى حالة صناعية. يعني شنو حالة صناعية؟ يعني بدأت المصانع، اختراعات تقنية جديدة، بدأت المصانع بالعمل، واحتاجوا إلى أيادي عاملة. اتجهت الأيادي العاملة من القرى والأرياف إلى المدن، وكونت خنقول مجتمع حديث وجديد. الثورة الصناعية كانت تحتاج إلى أيادي عاملة. الأيادي العاملة لازم تكون رخيصة. المرأة كانت مضطهدة في الغرب، فكانوا يستقطبوها ويعطوها أجور أقل من الرجل. هذه جانب خنخليها. تزامنت مع الثورة الصناعية الحروب العالمية في الغرب، العالمية الأولى والثانية، وقبلها الحروب الداخلية في الغرب. الغرب كان يشهد حروب داخلية كثيرة، خلاف ما الآن احنا نشوفه من الاتحاد الأوروبي متحدين كونهم ظاهرا. لا، كان سابقا تناحر وإراقة دماء فيما بينهم. هذه الحروب استقطبت الرجال إلى الحرب، إلى الجبهات القتال، فالمصانع بقيت بدون أيادي عاملة. اتجهت النساء للعمل في المصانع. عندما رجع الرجال من الحروب
صار تنافس بين الرجال والنساء على العمل في المصانع. بعد الزراعة انتهت وكل شيء انتهى، بقى بس المصانع. فهذا العامل ولد حالة اضطهاد بالنسبة للمرأة، وساعد على أن تتولد جمعيات بتكتلات تدعو وتطالب بحقوق المرأة والمساواة مع الرجل وما شاكل. إذن العامل الصناعي كان له دور كبير في تولد قضية حركة النسوية والفيمينيزم. نظام التعليم أيضا، بدأت المرأة بالتعليم وأعطيت حق التعليم، فتعلمت المباني والأسس الغربية المادية، تمردت على الدين حتى الدين المنحرف اللي احنا كنا نعتقد انه دين غير صحيح، دين المسيحية على كل. هذا العامل الآخر. والعامل الأخير هو انحسار الدين نتيجة التوجه نحو المادية. أيضا ساعد الحركات النسوية على التمرد على الدين والتقاليد والعراف التي كانت سائدة في الغرب. هذا بخصوص البنى التحتية لولادة الحركة النسوية. نأتي إلى الاتجاهات، هل هي حركة نسوية واحدة أو عدة حركات نسوية؟ إحنا نسمع فيمينيزم. طبعا المؤرخين للحركات النسوية يقسموها إلى ثلاث مراحل أو موجات. الموجة الأولى تبدأ من عام 1794 إلى 1920، تقريبا 126 عام، اللي كانت ذروة الحركة النسوية. والغرب في هذه الفترة، القرن 18 والـ19، شهد تيارات مختلفة فكرية، تيارات فلسفية، قفزات علمية تقنية. وفي خضم هذه الأمور الكثيرة تولدت الحركة الأولى أو الموجة الأولى للحركة النسوية، كانت تطالب بحق التعليم، بحق المشاركة السياسية، وحق الملكية، كانت محرومة عن حق الملكية. في هذه المرحلة طبعا كانت المرأة تحافظ على الأسرة وعلى الدين في كثير من جوانبها، ولكن أفلت هذه الحركة بعد 126 عام بعدة أسباب. من الأسباب التي كانت سبب أفول هذه الحركة أن المرأة وصلت إلى المتطلبات اللي كانت تتطلبها خلال هذه السنوات. كانت تريد حق التعليم، وصلت إلى حق التعليم. كانت تريد حق الملكية، وصلت إلى حق الملكية. فإذا ما كانت أكو هناك شعارات بعد أو متطلبات تقوم بمطالبة، فحصل نوع من الفتور ونوع من الهدوء بالنسبة للحركة النسوية ما يقارب 10 سنوات، إلى أن تولدت مرحلة ثانية للحركة النسوية من 1960 إلى 1970. هذه الموجة الثالثة حسب ما يصنفوها المؤرخين. هذه تبنت وتضمنت أيضا فسح المجال قانونيا ودينيا لتحديد الإنجاب، لحق الطلاق، لتطوير المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى ما كانت تطالب به. إذا كانت سابقا تطالب بحق التصويت كانت محرومة سياسيا، الآن أعطيت حق التصويت. بدأت بالمرحلة الثانية تطالب بأنه أن تكون لي مقاعد متساوية في البرلمان مع الرجال، الآن يعني بعد ما وصلت إلى مرحلة، تطورت إلى مرحلة ثانية. نأتي إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، اللي بدأت من عام 1970، 50 سنة، وإلى يومنا هي يصنفوها مرحلة ثالثة، وامتزجت مع نظريات ما بعد الحداثة. يعني الغرب هو شهد مرحلة الحداثة، ثم شهد مرحلة ما بعد الحداثة. شنو ما بعد الحداثة؟ قد هاي مصطلحات بعض الأخوات قد سامعيها، بعض الأخوات ما سامعيها، ولكن لابد من التعرف على هذه المصطلحات شيئا فشيئا. ما بعد الحداثة هو نقد الحداثة الغربية، ولكن نقدها لا على نحو الأحسن، بل على نحو الأتعس. فإذا كانت الحداثة تعطي قيمة جزئية لبعض المطلقات، لبعض الثوابت، تقول هناك ثوابت، هناك شيء مطلق، هناك قوانين ثابتة ومطلقة، جاءت ما بعد الحداثة ونفت كل قانون مطلق، نفت كل ثابت، نفت كل شيء ممكن أن يعتمد عليه الإنسان. ما بعد الحداثة أيضا تمسكت بها بعض الحركات النسوية، وأنكرنا الأسرة وأنكرنا النظام الرجولي، وحصلت هناك حركات نسوية راديكالية أو متطرفة تدعو إلى مكافحة الرجل، وإلى حتى تأسيس أخلاق نسوية، علم نسوي، على كل حال طب نسوي، وإلى آخره، قد قسم منها سامعيها أو ما سامعيها. نحن لا نوافق هذا التقسيم، نعتقد أن التقسيم الأنسب هو تقسيم النسوية، حركات النسوية، إلى النسوية الليبرالية، النسوية اليسارية، والنسوية ما بعد الحداثوية.
النسوية الليبرالية هي التي تعتمد على أسس ومباني الليبرالية، لأن في الغرب أكو عدة اتجاهات، اتجاه الليبرالي، اتجاه الماركسي، اتجاهات متعارضة، هذا يقول بشيء في سوق العمل، في الثقافة، في التجارة، يعتمد على الفرد، يعتمد على الحرية. الاتجاه الماركسي لا، بالعكس، يعتمد على الرفاه الاجتماعي، على الطبقة المستضعفة، على المهمشين. ونسوية ما بعد الحداثوية التي هي نسوية حديثة وجديدة الولادة. طبعا كل هذه النسويات هي مشتركة في أسسها ومبانيها الفكرية، ولكن قد تختلف عن بعضها البعض بشيء ببيطة، يعني قضايا طفيفة. مثلا النسوية الماركسية تبعا للماركسية تجعل أن أسباب الفرق بين الرجل والمرأة أسباب اقتصادية، عامل الاقتصادي هو الذي جعل هذا التمييز، لأنه الماركسية تعتمد على العامل الاقتصادي. وهكذا ما بعد حداثوية تعتمد على نظريات ما بعد الحداثة وتنفي أي شيء مطلق، أي شيء يقيد حركة المرأة، وأي شيء ثابت يخص قانون من قوانين التي تخص المرأة أو الرجل أو المجتمع. تحدثت النسوية بكلا يعني بالتيارات الثلاثة، الليبرالية واليسارية وما بعد حداثوية، إلى التعليم، إلى موضوع الأسرة، لأن الأسرة موضوع جدا مهم ويتضمن كثير من المشاكل التي تتعرض لها النسوية، من حيث المرأة في الأسرة تكون أم، تكون بنت، تكون زوجة، تكون لها قضية الطلاق يأتي، قضية الإنجاب يأتي، قضية النفقة تأتي، كثير من القضايا المختلف فيها في الوضع الفكري والثقافي حول الرجل والمرأة إنما تنشأ من الأسرة. فلذا موضوع الأسرة في هذه الحركات النسوية من المواضيع المهمة. طبعا قسم من هذه الحركات لا تنفي الأسرة، بل تقبل بنظام الأسرة وتدعو إلى بعض التعديلات، وهناك تيارات متطرفة تدعو إلى إلغاء نظام الأسرة والمكافحة لهذه القضية، وتجعل أن الأسرة هي السبب الرئيسي لإضطهاد المرأة. العامل يعني المعلومة الثانية أو المبنى الثاني الذي تتمسك به الحركات النسوية موضوع المساواة، أيضا الدعوة والطلب بمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وفي جميع المجالات. العامل أو المبنى الثالث قضية حق التصويت والمشاركة السياسية للمرأة. العامل الآخر الذي تطالبه الحركات النسوية موضوع العلم والمعرفة والتعليم. هذه القضايا كما ترون، كما تفضل سماحة الشيخ في المحاضرة الأولى، وكما هو المركوز في الأذهان، نحن الآن لسنا بصدد المناقشة، ولكن كل هذه العوامل ومعظمها نرى أن الإسلام كدين، كمبادئ، كنظرية، كتطبيق، عند فسحة كبيرة للنساء في تناول هذه المواضيع في مجال التعليم، في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة وما شاكل. نأتي إلى المصطلح الثاني وهو موضوع الجندر. موضوع الجندر هو مصطلح حديث وولد من رحم الفيمينيزم. الفيمينيزم تطورت إلى أن وصلت إلى الجندر. ما هو الجندر؟ بدقائق جدا قليلة نحاول أن نوضح الفكرة، والتفصيل متروك إلى مجاله. يقسمون نوع الإنسان إلى ذكر وأنثى، هذا شيء واضح ما حد ينكره، ولكن يقولون عندنا النوع بيولوجي وعندنا النوع اجتماعي. النوع البيولوجي شنو؟ هي الخلقة، نوع الطبيعة، أنا تكويني رجل، فلان تكويني امرأة، الاختلافات البيولوجية، الخلقة الطبيعية التكوينية، هذه يسموها الجنس، جنس الذكر وجنس الأنثى، هذه النوع البيولوجي، هذا متروك على جانب. الجندر شنو؟ اللي هو النوع الاجتماعي. يقول لك هناك فوارق سياسية، اجتماعية، ثقافية، هذه تترتب على النوع البيولوجي. يعني نعطي احنا مجال للمرأة في المجال السياسي او لا نعطيها مجال لانها ذكر، لانها انثى، او نعطي مجال للرجل لانه ذكر. هذه الفوارق السياسية، الثقافية، الاجتماعية التي موجودة بالمجتمع بين الرجل والمرأة يسموها الجندر، النوع الاجتماعي، ويطالبون بالمساواة في موضوع الجندر. فإذا الجندر حسب التعريف الذي موجود في معجم العلوم الإنسانية، التصنيفات الاجتماعية بين المذكر والمؤنث، والأدوار الاجتماعية التي تنسب إلى الرجال والنساء، هذه يسموها بالنوع الاجتماعي أو الجندر. هنا في هذا المجال
النظريات النسوية تقول أن النوع الإنساني هو ذكر وأنثى. ليش أنتوا تجون الفوارق البيولوجية تتعدوها على الفوارق الاجتماعية؟ وهذه الفوارق الاجتماعية هي ليست ثابتة، هي صنيعة المجتمع، صنيعة الثقافة، صنيعة التقاليد والأعراف، فلا بد من محاربتها ولا بد من الوصول إلى مرحلة متساوية. قد لمحنا بعض الأسئلة التي توجهت إلى سماحة الشيخ تشير إلى هذه المباني الجندرية، يعني أن الفوارق هي ليست ثابتة، الثابت والمتغير صار حديث عنه في المحاضرة السابقة. الفوارق بين الرجل والمرأة ليست ثابتة، هذه الفوارق هي صنيعة المجتمع. هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ إذا احنا ما نريد نقيم أدلة فلسفية وأدلة برهانية وأولا وثانيا، يعني نخاطب الفطرة، بطبيعة الحال أن الفوارق البيولوجية تترتب عليها فوارق اجتماعية، فوارق سياسية، تكاليف مختلفة، حقوق مختلفة، يعني هاكو حق وأكو تكليف بالنسبة إلى الفوارق البيولوجية. وسنتطرق إلى الفوارق الموجودة وعدم النظرة الكونية وموضوع المساواة في نهاية المحاضرة. نأتي إلى المصطلح الثالث والأخير الذي أردنا أن نشير إليه، موضوع تمكين المرأة. سمعنا كثيرا بموضوع تمكين المرأة، سيما في العراق، والوزارة والرئاسة الوزراء صوتت أن في كل دائرة تكون محطة لقضية تمكين. شنو هي تمكين المرأة؟ هي تمكين المرأة آخر ما توصلت إليه الحركات النسوية، يعني مو بمعنى التمكين الفقهي، بمعنى التمكين السياسي والاجتماعي. أنت تمكن المرأة للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما تمكن الرجل أيضا لذلك. هاي موضوع تمكين المرأة. هاي كيف تولدت؟ هذه تولدت مزج بين الحركات النسوية وبين نظريات التنمية. الغرب بدأ كيف تطور وكيف وصل إلى مرحلة الصناعة والتطور والازدهار؟ من خلال نظريات التنمية. التنمية، تنمية البشرية، تنمية الإنسان، تنمية الطاقات، تنمية القدرات. فجاءوا صنفوا المجتمع على رجل ومرأة، قالوا لابد أن تكون نظرية التنمية تشمل المرأة أيضا، فتولدت موضوع نظرية أو مصطلح تمكين المرأة، وتم ترويج له منذ عام 2010 من قبل الأمم المتحدة، ويدعو إلى تحقيق المساواة للنساء في جميع المجالات، يشمل المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمعرفي. هذا يسموه تمكين المرأة. وجاءت خطة التنمية المستدامة صوت عليها الأمم المتحدة في عام 2030، يسموه 2030، أن العالم لابد أن يصل إلى فت خطة متكاملة متنامية، هم راسميها، مو إحنا طبعا راسميها، في جميع المجالات، في مجال التعليم، في مجال المرأة، في مجال السياسة، في مجال المعوقين، في مجال الفقر، في مجال التعليم، كل المجالات. من ضمن المواد التي خلوها في موضوع الخطة التنمية المستدامة عام 2030 موضوع تمكين المرأة في البند الخامس من هذه لائحة التنمية المستدامة. يقولون لابد وأن تصل المرأة إلى حقوقها المتساوية في موضوع السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والمعرفة، وكأنها هي بعيدة عن تلك الأمور، سيما إحنا في الإسلام. هاي كلها إحنا من البديهيات بالنسبة لنا، وليس يعني قد لا يوجد مجال لتوضيح الفكرة ولإعطاء تطبيقات ومصادق. من أبرز المصادق خديجة سلام الله عليها، كانت تزوجت النبي، كانت هي تاجرة تتاجر، والنبي كان يعمل عندها، وعندما تزوج معها ما ألغى التجارة، يعني ما قلت تقعدي بالبيت وبعد ما لش حق تروحين التاجرين ويصير عندك رأس مال أو بعد أنا أنفق عليش وتلا خلي فلوسك على كتير. لا، بالعكس، فسح لها المجال واستفاد منها. يعني قامت الدعوة الإسلامية على أموال خديجة وعلى سيف علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه النسوية وردت للأسف إلى العالم الإسلامي منذ 200 سنة بعدما احتك العالم الإسلامي بالغرب، مصر، تونس، إيران، الهند، احتكوا بالغرب كل واحد بظرف معين، فبدأت تتدفق إلى العالم الإسلامي هذه المصطلحات وهذه المفاهيم الغربية الحديثة في جميع المستويات. يعني شاهدنا الغزو الغربي منذ 200 سنة، ترى قبل 200 سنة العالم الإسلامي هو كان المتفوق، الغرب كان هو الذي يتعلم من العالم الإسلامي قبل 200 سنة. إذا تقرؤون التاريخ على نشوف الخلافة العثمانية، احنا من أيتها ونختلف معها، ولكن الثقافة، الحضارة اللي كانت موجودة في الخلافة العثمانية وفي الخلافة الصفوية، يعني خلافتين إسلاميتين كان ذاك الوقت، نشوف أن الإسلام كان متطور ومتحضر أكثر بكثير من الغرب. وفي الحروب الصليبية الغرب جاء وتعلم من الإسلام
شاف الكتب، شاف الحضارة اللي موجودة، لعوامل مختلفة تفوق علينا خلال 200 سنة أو 300 سنة على الأكثر. هذه النسوية دخلت إلى العالم الإسلامي، وانشطر العالم الإسلامي إلى نسوية ليبرالية أو علمانية، سنقول اللي قد تكون نسوية ماركسية قد تكون عندنا إسلام، لا، نسوية علمانية حتى تشمل الماركسية والليبرالية وما بعد الحداثوية، ونسوية إسلامية. النسوية الإسلامية تأخرت في الظهور في العالم الإسلامي، يعني النسوية الإسلامية التي تطالب بحقوق المرأة إسلاميا، لا تخرج على التعاليم والتقاليد الإسلامية، وهي تحافظ على كيانها الإسلامي، مع هذا تحارب بعض البدع، بعض الخرافات، بعض الأمور التي لحقت بوضع المرأة ليست يعني جراء تعاليم الإسلام، ولكن بحسب التقاليد والعراف الموجودة في كل منطقة وفي كل مجتمع. فهذه النسوية الإسلامية تأخرت عن الظهور عن النسوية العلمانية. كان للنسوية العلمانية السبق في الظهور من خلال الانفلات، من خلال نزع الحجاب، من خلال تأليف الكتب، تأليف البحوث والمقالات، والمشاركة السياسية التي شهدها العالم الإسلامي قبل ما يقارب 200 سنة فنازلا. وظهرت كتابات وكتب آخرها قد تكون نوال السعداوي وفاطمة المغنيسي للمطالبة بحقوق المرأة والمساواة الكاملة مع الرجل ونفي الذكورية وما شاكل. إذن ما هو الموقف؟ احنا نختم، نحاول نختم محاضرتنا، لأن الأمر قد يتطلب محاضرات أكثر من هذه الخلاصة، لأن المواضيع شائكة وإلها تاريخ وإلها جذور. ولكن ما هو الموقف؟ نحن إذا نأتي إلى الركن الأساسي للفيمينيزم اللي هو المساواة، ونقيم عقلا شرعا وجدانا، قد واحد ما يكون متدين، خب انت عقل عندك، فطرة عندك، زين، ودين هم عندك. فإذا نريد نقيم، احنا كمتدينين نريد نقيم مفهوم المساواة، خلينا نقول مبدأ من المبادئ الأساسية التي طرحتها الحركة النسوية، موضوع المساواة. قبل ما نأتي ونقيم، لابد أن ننظر إلى الكون بمنظار المنظومة الكونية، يعني لا نجزئ ونأتي بالجزئيات ونتكلم عن الجزئيات، لابد وأن ننظر الكون ونستخلص بعض القوانين ونحاكم الأفكار والتعاليم وفق هذه القوانين. أنا كيف أنفي وكيف أؤيد بدون ما تكون عندي أنا مباني وآراء؟ أنا ليش آمنت عندي مباني وأدلة؟ ليش ما آمن ممكن عندي مباني وأدلة؟ فكل شيء، كل موقف وكل فهم وكل معرفة تعتمد على مباني ومناهج، إما تكون ظاهرة وإما تكون خفية باللا شعور الإنسان. نأتي إلى قانون المساواة الذي مطروح في الحركة النسوية بجد، وهو الركيزة الأساسية، ونريد نقيمه. إحنا بالمراجعة الكون ومراجعة الدين والأديان نقف إلى عدة قوانين، من خلال هاي القوانين نفسر ونفهم جميع الأمور والمفاهيم والمباني. القانون الأول هو قانون الزوجية. الكون الله سبحانه وتعالى خلقه على قانون الزوجية، قسم منا احنا نعرفه، يعني هو مشاهد، قسم غير مشاهد وقد لا نعرفه. الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء يعني يشمل الحجر، يشمل النبات، يشمل الإنسان، يشمل الحيوان، يشمل الجمادات. قانون الزوجية هو شامل وساري في كل المنظومة الكونية. هذا فت قانون ثابت، لابد أن يكون القانون الأول الذي نفكر فيه. نعم، هو أيضا ساري وجاري في الرجل والمرأة وفي نوع الإنساني. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خلقناكم من ذكر وأنثى. أو في آية أخرى: خلق لكم من أنفسكم، يعني ما جاء يقول أنت الرجل من نفس، لا، من أنفسكم، الرجل من نفس المرأة والمرأة من نفس الرجل. هذا الجمع هنا ليس الجمع للمذكر حسب ما الأخوان في الدراسات اللغوية القرآنية، أيضا هو يشمل النوع، نوع الإنسان. إذن قانون الزوجية بمفرده ينفي المساواة، ماكو مساواة. لو ما كان أكو قانون زوجية كلها تكون رجال، كلها تكون نساء، كلها تكون جماد، كلها تكون حيوان، كلها تكون نبات، بدون تصنيفات خلينا نقول جزئية، فكلها كانت تكون نوع واحد أو صنف واحد. قانون الزوجية بمفرده حتى لو ما كفى الدين، وإحنا نشوف الكون، هو ينفي موضوع المساواة.
القانون الثاني الذي نستخلصه نحن من الدين ومن العقل ومن الواقع اللي جاء نعيشه والمنظومة الكونية، قانون التسخير. الله سبحانه وتعالى خلق الكون على التسخير، شيء مسخر لشيء آخر. والآيات كثيرة: وسخر لكم ما في السماوات، سخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والأنهار، ورفعنا بعضهم فوق بعض، أو قوله تعالى: رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذه الآية صريحة في قانون التسخير، جاري وشامل على كل المنظومة الكونية، شيء مسخر لشيء. هذا أيضا قانون التسخير بمفرده ولحاله ينفي موضوع المساواة، يعني أكو شيء مسخر لشيء حتى تمشي المنظومة الكونية، ولا ما ممكن أن تستمر الحياة. ومن قانون التسخير الفلاسفة كونوا نظرية الاستخدام. العلامة الطباطبائي يؤسس على نظرية الاستخدام، إثبات النبوة، إثبات الإمامة، إثبات الشرع والقانون من خلال قانون التسخير وقانون الاستخدام، ويقول: الإنسان مدني بالطبع أو مستخدم بالطبع. القانون الثالث الذي ينفي المساواة أيضا هو قانون المفاضلة والاختلاف. هذا أيضا نستنتجه من منظومة الكونية اللي جعل عيشها، ماكو شيء متساوي بالكون، دائما أكو اختلاف، دائما أكو عدم تساوي، سواء في النوع الإنساني، سواء في النبات، سواء في الحيوان، سواء في الجماد. ترى هذا جبل، هذا وادي، هذا رمل، هذا بحر، هذا نهر، ماكو شيء اسمه تساوي، كله اختلاف. الكون مبني على الاختلاف والتفاضل. والقرآن أيضا يؤيد هذا: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. من هو الذي يعطي الفضل ويجعل هذا التفاضل؟ نحن كرؤيتنا الدينية نقول الخالق. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اختلاف. بس خلي على جانب الرجل والمرأة والمشاكل اللي موجودة الفقهية الكذا تطرح كذا، هاي خليها على جانب، أقول اختلاف في غير هذه الموارد أيضا. رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. واحد غني، واحد فقير، واحد عنده مكنة مالية، واحد ما عنده مكنة مالية، واحد صحيح، واحد سقيم، مريض لا سمح الله، هاي كل اختلاف وتفاوت. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، تفضيل، هذا اختلاف، ما في مساواة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، تفضيل هذا. وأكثر من هذا التفضيل موجود حتى في نوع واحد، في جنس واحد، في مسؤولية واحدة، في الأنبياء. الله سبحانه وتعالى ما جعل الأنبياء كلهم في طبقة واحدة، كلهم مساواة، ما في مساواة. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فضلنا بعض تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض. إذن قانون المفاضلة وقانون الاختلاف الذي نستنتجه من المنظومة الكونية ومن الدين ومن العقل هو ينفي موضوع المساواة. هذا القانون الثالث. القانون الرابع الذي نستخلصه من هذه القوانين التي ذكرتها قانون المنظومة المتكاملة، وأشار سماحة الشيخ إلى هذا الأمر في المرأة النموذج. لابد أن ننظر إلى المنظومة المتكاملة. إحنا إذا نجي نجزئ ونأتي إلى الجزئيات تبدأ الشبهات وتبدأ المشاكل. هذا الفضاء، هذه الصالة، إذا أنا أنظر إليها ككل كمنظومة متكاملة تطلع جميلة، يعني كل شيء موضوع في محله، اللاقطة موضوعة في محلها، الطاولة، الكنبار، الكراسي، كلها جميلة. ولكن إذا أردنا أن نجزئ، اللاقطة تقول لماذا أنا لاقطة؟ أنا أريد أصير طاولة. الطاولة تقول أنا أريد أصير مثلا كرسي. الكرسي يقول ما راح ينتظم، هاي القاعة ما راح تنتظم، هاي القاعة راح تتفسخ وراح تتفكك. عندما تتفكك وعندما تتفسخ بعد ما لها قيمة، بعد ما حد يقول إلى هذه القاعة الجميلة أنها جميلة. العام الماضي ضربنا مثل، إذا الأخوات كانت قسم الأخوة في العام، قضية السيارة. الآن تعطي أنت دفتر دفترين أربع دفاتر على السيارة الجميلة اللطيفة، تعطي مستعد تعطي وتقتني السيارة، هاي لأنك تنظر إلى السيارة كمنظومة متكاملة. ولكن تعال فكك السيارة، خلي التايرات على كتور، خلي الستيرن على جهة، خلي المرآة على جهة، خلي الوايرات على جهة، راح تكون كومة كوم من حديد ومن بلاستيك ومن على كل حال قماش. هل تعطي $1,000 لهذا حتى يقول لك يا باي السيارة أخذها؟ ما راح تعطيها. فمن المهم جدا عندما نريد أن نقيم ونفهم أي شيء نريد أن نفهمه، لابد سيما هاي القضايا الدينية، لابد وأن ننظر إلى المنظومة الكونية ونفسر الجزئيات وفق المنظومة الكونية. عندما قالت
زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلة. هاي الكلام كلنا سامعي ونستشهد به. يعني شنو ما رأيت إلا جميلة؟ يعني هاي الجزئية ما رأيتها جميلة، يعني ذبح الحسين جميل كان؟ لا قطعا، ما تقصد هذا. تفسر ذبح الحسين عليه السلام وفق المنظومة الكونية العالمية ككل والإسلامية ككل، هناك تكون قضية الحسين جميلة، ولا قتل الحسين بمفرده ليس جميل. ذبح ودماء وعطش وجروح وبكاء وأذية وظلم واضطهاد، ما في جمال. الجمال عندما تفسر قضية قتل الحسين في المنظومة الكونية الإسلامية جدا جميلة تصير. لولا الحسين لما تعلمنا الدين نحن الشيعة، الشيعة شلون ثبتوا بدم الحسين؟ فنؤكد دائما بالنسبة للخوات الحوزويات الجامعيات لا تنصارون للتشكيكات والشبهات التي تجزئ وتفكك. أصلا هو الآن في نظريات ما بعد الحداثة، فوكو وغير فوكو، نظرية التفكيك، يفككون منهج التفكيكي. علي حرب اللبناني أيضا هو من أصهار التفكيكي، يفككون كل شيء، كل شيء جزأ جزأ جزأ. من الجزأ ما راح تفهمه كما هو بهدف خلقته، ليش الله خلقه، هاي الجزئية ليش الله خلقه، ما راح تفهمه إلا ما تفسره وفق المنظومة الكونية. وعلى سبيل المثال المثنوي المعنوي جلال الدين الرومي من المتصوفة والشعراء الكبار في العالم الإسلامي، قد سامعي بعض الأخوات ما سامعي، يجيب قصة نستشهد بها لمحاضرتنا هذه ونختم الكلام. يقول شخص كان يدعي البطولة، الفتوة، البطولة، والأبطال حين ذاك كانوا يشمون، يعني وشم كان عندهم على كتف على الظهر، شلون امهاتنا وببياتنا دقات، احنا نسميها دقات، هاي الدقات اللي كانت تستخدم سابقا اسمه وشم. فالابطال كانوا يضعون على جسمهم وشم، وهاي الدقات، هاي الدقات كانت مجموعه ابر وبره وتصير بالحبر وتندق على الجسم الى ان تاخذ طابعها وتصير شكل بعد ما تنميها، بها الم وبها دم وبها كذا. فهذا البطل اجى للوشام قال له اريد تشم و ترسم على مثلا كتفي صورة الأسد. قال يلا بسم الله، جاب الأبار وخلاها بالحبير وبدأ بالدقة. أول دقة دقها هذا صاح البطل، يا بشون القضية؟ قال هاي كلش يوجع ودم، وهذه وين جعت رسمة أنت يا مكان من الأسد؟ قال له مثلا رأس الأسد أنا جاء أوشمه. قال عيف رأس الأسد، تعال بإيد الأسد مثلا. هذا هم بدأ أول دقة دقة وهذا مصاح. قال ها شكو؟ قال هاي وين؟ قال هاي إيد الأسد. قال عيف إيد الأسد، وحب ذيل الأسد قد شوي وجع أقل. هذا هم بدأ بذيل الأسد أول دقة دقة، هذا هم صاح من الألم ومن الوجع. قال هذا بذيل الأسد بعد ليش؟ قال عمي عيفة بعد أنا ما أتحمل. قال قوم خويا أنت لا بطل ولا ما هيك، أسد هم الله ما خالقه، أسد اللي لا بي ذيل لا بي رأس لا بي إيد، هذا شون أسد؟ فشاهدنا بالكلام إذا نريد نجزئ نقع في إشكاليات، لابد وأن ننظر إلى الأمور ونفهم الأمور، سواء أمور تتعلق بالنساء أو الأمور التي تتعلق بالرجال، فقهياً اجتماعياً ثقافياً سياسياً، لابد أن نفهم وفق المنظومة المتكاملة. بس ما ننزاح على المنظومة المتكاملة نقع في إشكاليات وشبهات. والحمد لله رب العالمين، أطلنا عليكم نعذركم. نحن سماحة السيد على هذه المحاضرة الماتعة التي شكلت مع محاضرة سماحة الشيخ صورة متكاملة لدور المرأة ووظيفتها في التراث وكذلك في المعاصرة. ما تفضل به سماحته مهم وحساس ودقيق جداً، ذلك أن المجتمعات اليوم تحاول أن تروج لهذه المصطلحات بنحو واسع. لذلك نتمنى على الأخوات الفضليات، وما تفضل به السيد هو مساحة لهم وكلام موجه إليهم، نتمنى عليهم أن يستثمروا وجود سماحة السيد كيما يدلو بمداخلاتهم، معذرة أن المداخلات مكتوبة كيما نستثمر الوقت، ما بقعدنا غير نصف ساعة من خلال الكتابات ممكن أن نعرض القضية. أحد الأسئلة سماحة السيد وهي قضية كيف يمكن لنا أن نوضح مكانة المرأة
في ظل هذا التجاذب المهول ما بين من يرجع إلى التراث نظرة سلفية ومن ينتمي إلى المعاصرة بالانسلاخ عن التراث، في ظل هذه الثنائية الضدية كيف يمكن يعني أن نوضح وظيفة المرأة في ظل هذه التجاذبات؟ أحسنتم. لابد من الشروع من المباني ومن خلال المنظومة الكونية العامة حسب ما ذكرنا، ولكن كآلية تطبيقية كيف نبين موقعية المرأة في هذا خضم هذا المعترك الثقافي بين سلفي بين علماني متطرف بين سلفي متطرف؟ بطبيعة الحال لابد وأن نرجع للأسوة وإلى القدوة وإلى النصوص الدينية. طالما نحن ننتمي إلى دين، تارة شخص يقول أنا ما أنتمي إلى دين، ذاك شأنه وإلى كلام خاص، ولكن عندما انتميت أنا إلى دين وإلى مذهب خاص لابد وأن أتي وأدرس النصوص. هذه النصوص ماذا تقول عن العلاقة؟ لأن موضوع بحثنا إحنا عن المرأة، فلذا نقول المرأة، ولا هذا الأمر لا يخص المرأة، يخص الرجل، يخص الطفل، يخص المجتمع، يخص بالنتيجة كل الأمور التي هي نحن بحاجة إليها. ولكن طالما أن موضوعنا هو المرأة، أول شيء لابد وأن نتجه إلى النصوص. هاي الخطوة الأولى لفهم الموقعية، نتجه إلى النصوص وفق المنظومة الكونية العامة التي قلنا وذكرناها الآن. النقطة الثانية، خب السلفية نتجه إلى النصوص، فإذا شنو فرقنا بيننا وبين السلف؟ نحتاج إلى آليات ولا أدوات نفهم بهذه الآليات وبهذه الأدوات النصوص اللي هي المنهج. نحن لابد وأن نتخذ المنهج الصحيح السليم المبحوث المقدم من قبل علمائنا الإعلام لنفهم هذه النصوص. بدون هذا المنهج ما ممكن أن نفهم النصوص بشكل سليم. فنحن بحاجة إلى كشأن المرأة وموقعيتها في الإسلام كما تفضل الشيخ وفق المنظومة الكونية الإسلامية، نحتاج إلى نراجع النصوص، ماذا قالت عن المرأة النصوص الصحيحة. هذا عمل فقهي، قد ليس كل امرأة تتمكن، حتى كل رجل يتمكن من الاستنباط، هذا الشغل وشأن إلى شأن خاص. التوجه إلى النصوص، ثانيا المنهج السليم، ثالثا النتيجة الصحيحة، ورابعا القبول بهذه النتيجة. يعني قد النتيجة تأتي مو بصالحك أنا كرجل، وأنا أقبل لأني أنا منتمي إلى هذا الدين، أو قد تكون النتيجة ليست بصالح المرأة ظاهرة في العالم الدنيوي والمادي، ولكن لابد من الالتزام. كما أن الإنسان هو ينتمي إلى مؤسسة وإلى جهة، لابد وأن يلتزم بالقوانين التي تؤسسها وتنظر هذه الجهة وهذه المؤسسة. سيدنا، هناك أسئلة متكررة عن موضوع مهم جدا وهو مصطلح تمكين المرأة. تفضل سماحتكم بأن هذه من المصطلحات الوافدة، كما تعلم أن المصطلح له حمولة معنوية مفاهيمية تنتمي إلى الذي شرعه ابتداء. الأسئلة واردة، تقول هناك تشكيلات أسست سواء كان في الجامعة في بعض المؤسسات الحكومية كالوقفين مثلا، هناك دائرة اسمها دائرة تمكين المرأة، كيف يمكن لنا أن نطوع هذا المفهوم المستورد على وفق الموازين الشرعية كما لا ندخل في إشكال؟ موضوع تمكين المرأة أنا أشرت بشكل إشارة عابرة لأن الوقت ما كان يسمح. كثير من الأسس والمباني المطروحة في موضوع تمكين المرأة هي موجودة عندنا في الإسلام. يعني تاريخ المرأة في الغرب عندما تشاهدونه، منع المرأة من التعليم، منع المرأة من الملكية، منع المرأة من حق والتصويت السياسي، هي كلها كانت موجودة بالغرب وما زالت موجودة الآن بشكل وآخر. الآن كتطبيق خلنا ننظر إلى الغرب، بعد أكو شيء أكثر من الغرب فسح المجال للمرأة؟ ماكو شيء بعد. الآن أنتو كحالة تطبيقية، عيف الدين والعقل والفطرة والوجدان، خلنا نقول كحالة تطبيقية ونشوف حالة واقعية مشاهدة. كم رئيس جمهور امرأة موجود في الغرب الآن؟ كم عضوة برلمان موجودة في الغرب الآن؟ كم مؤسسة وشركة تجارية ترأسها هل في الغرب عن نحجها؟ وهل المرأة بالفعل وصلت إلى كل هذه المساواة والحقوق التي كانت تطالبها؟ أو لا، أصبحت ألعوبة بيد الرجل ومتطهدة بيد الرجل وبيد الشركات من وجهة نظر ثانية؟ يعني إذا كانت ما تمنح حق التعليم، أنا أعطوها التعليم ولكن اضطهدت من جانب ثاني ومن جانب آخر، أصبحت ألعوبة بيد الساسة، بيد الشركات التقنية، بيد الشركات الاستهلاكية والتجارية.
قضية تمكين المرأة بهذا المصطلح وبهذا التوجه الغربي هذا يعني ما له موضوعية في العالم الإسلامي. الإسلام بمبادئه بقوانينه الصحيحة والسليمة دعنا عن التقاليد والأعراف، قد يقال أن النجف أن كربلاء أن العراق أن إيران أن مصر أن كذا يفعلون كذا. المرأة في العراق قبل 100 سنة كانت تلبس عبايتي مو عباية واحدة، يعني من يقول إحنا هاي مثلا الدين فرض على المرأة تلبس عبايتي، هاي موجود في كتب التاريخ على كل حال ممكن. فكثير من هذه الأمور هي نتيجة اضطهادات حقيقية كانت تجاه المرأة وصل الغرب إلى هذه، ولكن ما زالت المرأة هي مضطهدة وهن النسويات يعترفا، ولذا ما زلنا يطالبنا بحقوقهن، يعني ماكو حقوق بعد ما وصلت. هاي في الغرب نحكي يعني مو عن الإسلام. فموضوع تمكين المرأة بأسسه الثقافية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي ينادون بها هي موجودة. نعم في ظلم في اضطهاد في ضرب للمرأة في خلينا نقول تعاليم سيئة، نحن لا يعني هذه لا نحسبها على الإسلام، هذه تقاليد العرف المجتمع، كل مجتمع تحتاج إلى تثقيف تحتاج إلى تعليم حتى ترتفع، يعني دورات تعليمية ثقافة منابر حسينية تروج لهذه الأمور حتى تصل المرأة إلى مكانتها الحقيقية. ولكن هذا المصطلح وهذا المفهوم الذي شاع وأخذ موقعية وأصبح قانون رسمي، ولو الوزارة أيضا شوية تراجعت وشالت المصطلح النوع الاجتماعي وكذا بدلوه بمصطلح آخر، ما عندنا مشكلة يعني الدفاع عن حقوق المرأة الدفاع عن حقوق الطفل الدفاع عن حقوق الرجل. الإنسان هو يدافع عن الحقوق الآخرين، الإنسان كإنسان. أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة إذا يسمع في شرق الأرض أو غربها في مرة مسيحية أهل ذمة باقوا حجلها باقوا ذهبها يتأسف ويتأوه ويتأذى يذمين. فالإنسانية تقتضي الدفاع عن حقوق الآخر، كيف ونحن ننتم إلى دين عريق وندافع عن حقوق الآخر وندافع عن حقوق المرأة. معظم الأمور التي ينادي بها الغرب في موضوع تمكين المرأة هي موجودة في الإسلام، قد لا يسع المجال للدخول في التطبيقات، سواء التعليم قلنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، قضية الاقتصاد والتجارة حق الملكية سيدتنا خديجة سلام الله عليها، قضية المشاركة السياسية بعد أكثر من فاطمة الزهراء ومشاركتها السياسية ودعمها لأمير المؤمنين أكثر من زينب سلام الله عليها ووقوفها وحفظها لرسالة الإمام الحسين بعد الاستشهاد في كوفة وفي الشام. وفي الموضوع الثقافي أيضا في تعليم المرأة لنا العتبة العباسية التي هي تمثل زبدة العمل الديني في العراق وتمثل المرجعية العليا في العراق وفي العالم الشيعي، هي الآن عندها هذا النشاط النسوي، وهو هذا المجمع التعليمي هو خير دليل على أن نظريات تمكين المرأة هي خاطئة، وإلا ما شاء الله من الحضور النسوي من المعاهد التعليم القرآن المعاهد الأكاديمية التعليم الجامعي الحضور الكبير التساوي في الحقوق المالية، مثلا الحقوق المالية عدا جانب الإرث والقضية الفقهية وما شاكل. الآن المنتسبات في العتبة العباسية والمنتسبين في العتبة العباسية يتقاضون حقوق متساوية. أنا تخصصت وسألت المتولين على الشأن الإداري في العتبة المخصصات المالية التي تتقاضاها المرأة المنتسبة في العتبة العباسية هي نفس المخصصات المالية الذي يتقاضاه الرجل في العتبة. إذن قضية التمكين هاي إحنا أصلا مطبقيها في الإسلام، ولكن هاي الدعاية الغربية وعدم التوجه بالمعاني الصحيحة قد تسبب التشويش شيئا ما. عفوا سيدنا هذه يعني بالفارسي، جنابك تعرف فارسي يعني ما أعرف. بل من الأمور التي ذكرها سيد الخامنئي في خطابه الأخير مع النساء أو مع بعض الأخوة أيضا قضية، وهي قضية صحيحة أيضا، قضية العدالة الجنسية. يعني يقولون التساوي الجنسي التساوي بين الرجل والمرأة يطرح وهو رأي صحيح أنه العدالة الجنسية. نعم العدالة الجنسية وليست العدالة هي التساوي، العدالة تقتضي في مكان أنت تعطي امتيازات لجهة وتعطي امتيازات لجهة وتعطي تنازلات لجهة. العدالة ليست هي التساوي، العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه كثير أو قليل حسب المقتضيات وحسب القوانين. سيدنا هناك سؤال يقول في الوقت الذي بذلت العتبات المقدسة جهودا نوعية متميزة
لإقامة دورات التبليغ وتخرج منها آلاف المبلغين والمبلغات، ولكن نلاحظ أنهم لم يشكلوا تيارا مضادا لهذه الإشكالات المعرفية والفلسفية والفكرية. يعني برأيكم المشكلة يعني في منهج التبليغ نفسه أم في طرائق الاستهداف؟ لا، المشكلة يحتاج وقت، الإصلاح يحتاج إلى وقت. احنا الحركة الإسلامية النسوية في العالم الإسلامي قلت أنها متأخرة. يعني الآن في العراق الحركة النسوية عند من كانت؟ الشهيدة بنت الهدى رحمة الله عليها. قبل كم؟ قبل مثلا 60 سنة، 70 سنة. الحركة النسوية العلمانية شقد كانت قبل في العراق؟ قبل 100 سنة، نزعا الحجاب ودعا إلى السفور ودعا إلى التعليم المختلط ومشاكل. نتيجة بعض الظروف وبعض نقول التقاليد والأعراف اللي يحكمها المجتمع، حركة النسوية الإسلامية تأخرت في الظهور والبروز. ثم جاء الحكم البعثي 40 سنة، هذا نخليه على جانب. ثم جاء بعض السقوط، الحرب والداعش والقتال اللي كان، وإحنا البغداد ما كنا نقدر نوصل، وقتل على الهوية وقتل على الاسم أيضا ما خلى مجال للعمل الثقافي وللترويج الصحيح. الجهة الأخرى كانت تدعم من قبل المنظمات الدولية، من قبل الدول الكبرى بأموال كبيرة، بتخطيط، ببرمجة، هذا كله كان مفقود عندنا. نحن جئنا متأخرين، ولكن بحمد الله القفزة التي نشهدها الآن في العتبات وغير العتبات هي قفزة نوعية تبشر بخير. فقط شوية نحتاج إلى وقت، إلى أن أولادنا بناتنا أيضا يكبرون على هذه المناهج السليمة، على هذا التعليم السليم، ونشكل إن شاء الله تيار. طبعا الآخر ما ينظر إلنا مثل ما إحنا ننظر إلى أنفسنا، الآخر يشوفنا جعل نشتغل، شوف شنها التقدم، شنها الازدهار، شنها ما شاء الله العتبات، شوها حفل التخرج النسوي، حفل التخرج الشباب، شنها معاهد القرآن، مسابقات القرآن. هذا الشيء لأن إحنا مندمجين وياه قد ما نشوفه بشكل صحيح وبشكل جيد. اللي ينظر من الأعلى هاي الحركات، أنا المؤتمر السادس، هذا مؤتمر روح النبوة، أحد المؤتمرات التي أو أحد المهام التي تقوم به ممثلية النسوية التابعة للمتولي الشرعي في العتبة العباسية. هذا إحدى الفعاليات وهذا المؤتمر وفي سنته السادسة. نحتاج إلى شوي وقت، والجيل يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى وقت، ولكن الحركة صحيحة، لابد أن نشوف المسار ومسار صحيح. الأقدام الأولى هي أقدام صحيحة، الخطوات الأولى خطوات صحيحة، ونأمل إن شاء الله تعالى. يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى مثامرة، يحتاج إلى تضحية نساء ورجالا، إلى أن إن شاء الله تعالى نصل إلى الحالة المطلوبة. شيخي، يعني سؤال حساس جدا، مصطلح الجندرة هل هو مقدمة لإشاعة الشذوذ أم هو أبعد من ذلك؟ هو كله يصب في مصب واحد. يعني عندما تقول أن الفوارق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاجتماعية هي صنيعة المجتمع، وكل مجتمع له قابلياته ولا كذا، وأنا كإنسان أملك جسدي وأملك نفسي، وكيف إيش ما أريد أن أسوي لا يعني يمنعني دين ولا عقل ولا عرف ولا حياء ولا أي شيء، فبطبيعة الحال هذا يفسح المجال للشذوذ وللمثلية. طالما تقول أنا جسدي ملكي فأنا أي ما أريد أنا. والآن الأسرة مثلا تفسخت، بعد ما في أسرة من رجل وامرأة، بموضوع الجندر وموضوع الفيمينيز والحركات النسوية والمساواة، أصبح الأسرة كيف تريد رجل ورجل، امرأة وامرأة، رجل وحيوان، امرأة وحيوان. للأسف أصبح الإنسان بهذه الهاوية نتيجة المباني التي وردتنا من الغرب، ونحن بحاجة إلى نقدها وتمحيصها بشكل جيد إن شاء الله. كما تعلمون سماحة السيد أنه أصبح الاستشراف علما، فيوتشرولوجي، ليس لا علاقة له بالتنبؤات الذاتية. هناك سؤال مهم جدا، قل كيف سيكون حال المرأة بعد 50 سنة؟ بمعنى أنه كيف تستشرفون حال المرأة مع هذا الضخ المتزايد والمستمر لتشويه أو تشويش الرؤية باتجاه وظائفها وثقافتها ومعرفتها؟ 50 سنة هواية. يعني ما أنا مستقبلا كيف ترى المرأة مستقبلا؟ نظريات الاستشراف هي ليست قوانين كلية، تتبع مؤشرات. يعني إذا هذه المؤشرات اجتمعت فنصل إلى هذه النتيجة. لذا قانون الاستشراف إلى
خلينا نقول مناهج وإلى تيارات مختلفة، إلى آليات للاستشراف يعتمد على إحصائيات، يعني لازم إحصائيات واستبيانات ودراسة ميدانية إلى أن الإنسان يستشرف شيء، وهذا الاستشراف أيضا لا يكون هو استشراف 100%. ليش؟ لأن المجتمع هو طبيعة المجتمع، عمل المجتمع يبتني على مؤشرات. والله سبحانه وتعالى يقول ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا قانون عام. أنت كمؤمن تسعى وتتعب تحصل اللي تريده، أنت كفاسق ككافر كمنافق تسعى تحصل اللي تريده، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء. الله سبحانه وتعالى منظومة الكونية ما مبنية على الإجبار، مبنية على اختيار الإنسان، الإنسان باختياره. عمل المجتمع الذي يوصلنا إلى المستقبل، المجتمع الحاضر يوصلنا إلى المستقبل، هذا يبتني على جهدنا وفعالياتنا. إذا نحن مشينا على هذا الطريق المستقيم وعلى هذه البرامج التعليمية وبنينا الأجيال نساء رجالا، المستقبل إن شاء الله تعالى نراه جيدا بحول الله تعالى. سما نقول 50 سنة ولكن 10 سنوات القادمة. الآن إذا نرجع إلى الحاضر، هو انعكاس الماضي، والمستقبل انعكاس الحاضر. نحن في هذه النقطة في هذا اليوم المبارك يوم الخميس، خلنا نرجع 10 سنوات إلى الخلف. أين كانت العتبة العباسية في المجال الشأن النسوي؟ وأين هي الآن؟ هذا هو يبين الحركة المتدفقة المتواصلة المتقدمة في الشأن النسوي، فقط شأن النسوي، دعنا عن باقي المجالات الطفولة والرجال والثقافة وما شاكل. نفس هذا النموذج مع الظروف الصعبة، مع وجود داعش، مع وجود التيارات المنحرفة، مع وجود الانجيو والمجتمعات المدنية، مع وجود الضخ الأمريكي للأموال لانحراف شبابنا وبناتنا وجامعاتنا وكذا، مع هذا الجهد الموجود بالقياس لعشر سنوات الماضية لا يقاس الآن التقدم. خلي نفس، إذا مشينا بنفس هذا المنهج 10 سنوات القادمة إن شاء الله تعالى تكون أفضل مما نحن عليه اليوم إن شاء الله تعالى. أنا يعني استفسار حول محاولة الفهم ما تفضلتم به سيدنا، تقول هل نستطيع أن نقول أن الحركة النسوية بدأت بصورة صحيحة من أجل حقوق المرأة ثم تحولت إلى حركة متطرفة؟ لا، بالغرب إحنا ما نقول هكذا، يعني أشرت قد الماحن أنه المطالبة أو الحركة النسوية في الغرب قسم من متطلباتها صحيحة، قسم من متطلباتها هي لأنه بالذات كانت مضطهدة، بالذات كانت ممنوعة من التعليم وفق تقاليدهم الغرب، احنا ما علينا بها، فهي بالذات كانت مضطهدة ومظلومة. هي كانت من تتزوج لازم تعوف لقبها وتأخذ لقب زوجها، بعد راح لقبها خلص، هي كانت مضطهدة، فبدأوا بالمطالبة بحقوقهن، واللي قسم منها صحيحة وقسم منها غير صحيحة. فالسؤال إذا يقول أنها كانت بالأساس صحيحة، لا نقول هي بالأساس صحيحة، هي وليدة التطور التقني والتطور المادي وانقطاع النظرة إلى السماء، النظرة إلى الله تعالى، لذا نتيجتها كانت منحرفة. إذا كانت صحيحة نتيجتها كانت تكون صحيحة. ما أوجه الشبه والاختلاف بين نظرة الإسلام والغرب فيما يتعلق بموضوعة التحرر؟ تحرر المرأة. أنا أقول أعم من المرأة، خلي نقول الرجل والمرأة، بعد شيء واضح أن نظرة الإسلام في الحرية هي مقيدة بقيود، لا الرجل إلى حرية مطلقة ولا المرأة إلى حرية مطلقة، هناك قيود على الرجل، هناك قيود على المرأة. الحرية المطلقة هي مرفوضة دينان وعقلان وفطريان ووجدانان، ماكو أحد يقول أنا مطلق أكون بدون أي تقيد، حتى الغرب أيضا إلى قيود. الآن الشاهد بشاهد يذكر الوضع الساخن اللي موجود في فلسطين، هذا الوضع اللي موجود الآن الغرب يصوره هذا حرب التمدن ضد التوحش، يعني يسمون احنا متوحشين وهم متمدنين. فالقضية هي انه احنا لابد وان نراجع المباني والمرتكزات الفكرية اللي عندنا، ولا يوجد شيء مطلق، الحرية المطلقة هي بالأساس خطأ، هي بالأساس تؤول إلى هذه النتائج اللي هم يجعلون أنفسهم هم الإطلاق ونحن خلاف الإطلاق، هم المركز، الغرب هو المركز، إسرائيل هي المركز، ونحن الهامش، ونحن الإرهاب، ونحن المضطهدين، هاي نتيجة الإطلاقات. في مجال الحرية أيضا الإطلاق في الحرية خطأ، سواء كانت المرأة سواء كان الرجل،
والفرق واضح بين الحرية الإسلامية بحدودها، المرأة بعفتها، بحجابها، بحدودها، تشترك في المناخ السياسي والاجتماعي والثقافي والتعليمي كما نشاهده اليوم في العتبة وفي غير العتبات المقدسة في إيران، في لبنان، في العراق. هذا هو شيء جميل وحميد، وحرية للمرأة. الحرية للرجل أيضا كذلك لا تكون مطلقة، أيضا بها قيود وبها محددات. سيدنا، أكثر من سؤال يؤكد على أنه على الرغم من هذا الإقبال من المؤسسات الدينية والمؤسسات التثقيفية ذات الوجه الرسالية، ولكن على الرغم من ذلك كله نجد أنه مساحة التأثر بالغرب باتت أوسع من تأثر ما تدلو به تلك المؤسسات. هذا ألا يدعونا إلى أن نعيد النظر في وسائل الاستهداف ووسائل التبليغ والتثقيف؟ قسم من أنا أوافق عليه وقسم ما أوافق عليه. نحتاج إلى أن نواكب العصر، نواكب التقنيات الحديثة، نواكب السوشيال ميديا والأمور التي الآن الذكاء الاصطناعي، الآن العالم جعل يقوم على الذكاء الاصطناعي وخدمات الذكاء الاصطناعي. هذا إحنا لابد وأن نواكب العصر دائما، شنو التقنيات الحديثة والجديدة، نطلع عليها ونستخدمها ونستفيد من عدها. هذا لابد وأن نقوم به. أما جانب ثاني للا وافقه، الغرب أسبق من عندنا اشتغال، وقدرته المادية أقوى من عندنا، وإغراءات المادية والشهوانية والغريزية أكبر من عندنا وأكثر من عندنا. أي في الغرب تعال إلى الشيطان، الشيطان دعوة الشيطان بمغرياته بشهواته برغباته هي دائما جعلت تسيطر علينا وجعلت تأذينا، ولذا يقول جهاد النفس، لذا يقال الأخلاق، القيم، الأعراف والتقاليد الصحيحة. لذا أنا أرى أن قضية تأخرنا وتقدم ذاك الجهة ذاك لأنه يعطي خطاب، خلينا نقول جذاب، يعطي خطاب شهواني، يعطي خطاب يتناغم مع الأهواء والرغبات الخاطئة، قد يغلب لفترة مؤقتة، قد الشاب يتناغم فطرته، مو فطرته، أهواءه وغرائزه مع الخطاب الغربي، قد المرأة التي تحس بالاضطهاد في البيت مثلا، بالاضطهاد في الأسرة، بالاضطهاد في المجتمع، قد تتناغم شيئا ما مع الخطاب الغربي. ولكن عندما تستكمل وعندما خلينا نقول الطفل يكبر أو الشاب يكبر ويتعرف على مبانية، على أسسه، على قيمة الإسلامية، تشوفون كثير منهم يرجعون، الشاب في شبابه شكل وعندما يكبر شكل آخر، التزامه يختلف، يعني يروح نحو الدين نحو الالتزام. فهذه المفارقة قسم منها، لابد وأن نعمل ونشتغل إحنا حتى نكمل التأخر اللي كان عندنا نتيجة الظلم والاضطهاد والتأخر اللي أنظمة السياسية السابقة حكمتنا بها. والجهة الثانية هو الدنيا والغرب جذابيتها المادية أكثر من الخطاب الديني، يعني الخطاب الديني مبتني على المنع في قسم من الأمور، هذا لا تفعله، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا يجوز، فدائما نشوف أكو تقيد وأكو منع. والخطاب الآخر في المظاهر المادية أكو انطلاق وأكو حرية في جانب من الجوانب. لذا هذا الأمر قد يسبب أن نحن نرى أن الخطاب الآخر هو أقوى من عدنا نتيجة هذه الملحوظة. هذا بعد استفتاء فقهي، يعني الوظيفة الشرعية للعمل في وحدة تمكين المرأة، أي بعد استفتاء فقهي، أنا مو فقيه ولست مفتيا أنه أفتي هل يجوز أو لا يجوز، أي بعد كل واحد حسب المرجع اللي مقلده لازم يسأل من مكتب المرجع اللي يقلده هل أعمل في دائرة تمكين المرأة أو لا أعمل. يعني بمعنى هذا ممكن أن يوجه استفتاء من خلال المواقع الإلكترونية إلى مكتب المرجع الذي تقلدونه. سيدنا ما بيش. سؤال مهم جدا سيدنا، وهو هل حان الوقت لإيجاد مصطلحات نسوية إسلامية تكون قبالة المصطلحات الغربية؟ هي لا توجد مصطلحات جديدة، يفترض مصطلح المساواة، احنا ما نجي نجعل يعني نجعل مصطلح مساواة إسلامي كي يكون مقابل الغرب، يعني مو دائما نحن بحاجة إلى وضع مصطلحات جديدة لنجابه الغرب، نحن يكفي أن نبين المصطلح ونفكك المصطلح وفق مبانينا وفق مناهجنا، إذا في موضوعيين نكون، إذا في جانب صحيح نقول هذا جانب صحيح، إذا نقول جانب سلبي وغير صحيح نقول هذا جانب سلبي وغير صحيح. لا أرى في
كثير من المحطات أن نتجه لوضع مصطلحات جديدة لنقابل المصطلحات الغربية. نعم عندنا مصطلحات ممكن نبرزها، ممكن نعمل عليها، ممكن نقومها أكثر، وتلك المصطلحات ممكن نفككها وحتى ممكن نشترك وياها إذا كانت مبانيها سليمة. مثلاً المصطلحات افترضوا الديمقراطية، مثلاً المصطلحات السياسية. خب نظام إيران ابتني، نظام إسلامي ابتني على مفهوم الديمقراطية، وماكو حاجة نجي مثلاً نحن نضع موضوع افترض الشورى أو شيء حتى يقابل الديمقراطية. الشورى لها مبانيها وأسسها، الديمقراطية لها مبانيها وأسسها. من تحللها وتفككها وتخليها تنسجم مع فكرك الإسلامي، فأنت لست بحاجة إلى أن تخلي في المصطلح جديد حتى تقابل هذا التيار. هو نفس المصطلح أنت تأسلمه، أسلمة العلوم، هذا في المصطلح رائج في المغرب وفي شمال أفريقيا وما شاكل، أسلمة العلوم. فأنت ممكن أن تؤسلم المصطلحات إن صح التعبير وتفرغها من شحناتها السلبية وتوظفها لصالحك حال حال التقنيات الموجودة. عفوا جاءنا توضيح من إدارة المهرجان، لقد تم تغيير اسم تمكين المرأة في العراق إلى الدائرة الوطنية للمرأة العراقية. أعتقد بهذا التعديل نعم. زال الإشكال، أعتقد الاسم شالوه نتيجة الضغط اللي صار والإشكالات اللي صارت، الاسم شالوه، بس هو المحتوى الأساسي هو نفس المحتوى. المحتوى الأساسي خطة المستدامة، تنمية المستدامة على 2030 اللي بيها تمكين المرأة وبيها كثير من القضايا، وهي خطة غربية يريد أن تطبق على العالم بشكل أجمع وعلى العالم الإسلامي بشكل أخص. لابد الأخوة ينتبهون، العاملين في المجال التعليمي، في المجال السياسي، في المجال الثقافي، قد الساسة مجبورين يعني وجود ضغوطات سياسية دولية ينصاعون لبعض الأمور، ولكن المؤسسات الإسلامية، المجتمع المدني الإسلامي اللي موجودين، لابد أن ينتبهون إلى السم الذي يدس في هذا العسل إن صح التعبير، والأسس والمباني المادية التي تعتمد عليها هذه المصطلحات. لن نخدع بهذه المصطلحات، ونحن أيضا نتماهى معها، بل الدفاع عن حقوق المرأة، تمكين المرأة، الإسلام كذا إسلام، لا، شوف المباني والأسس وشوف السم الذي قد يوجد في هذا العسل الذي نحن نستحليه ونراه جميلا. السؤال الأخير طبعا هو سؤال علمي، أنا اختصاصي ليس علميا، سأقرأه كما هو كما تكون العهدة على السائلة. تقول آخر جائزة، جائزة نوبل 2022 للعالم الفرنسي، عرض آخر ورقة بحثية للعالم ألبرت أينشتاين على الأبدية، وجود زوج إلكتروني، ما أعرف هاي الكلمة شنو، الأوريتال، ها أي الأوريتال، الواحد لا يكون مستقرا إلا عند ازدواجها وحسب نظرية الكواتم. كل ما طرحتموه استنتاجات قرآنية ممكن أن يستجيب لها المتدين أو العاقل بعد الإقناع، فهل يعد قانون المساواة منبنيا على مبنى علمي أم على مبنى من الجهل؟ الظاهر يعني ما معناه حسب ما فهمت منطق السؤال، نحتاج إلى أدلة علمية تضاف إلى الاستنتاجات القرآنية كما يكون الإقناع للمتدين ولسواه، ما أعرف يعني هل هكذا أريد السؤال أم؟ يعني سأنا ما توجهت للسؤال بشكل أي هذا يعني قريته كما هي. أي بلي. فهل يعاد قانون المساواة على كل حال؟ سؤال غير واضح، نعتذر عن السائل، ممكن بعد سير بعد الاجتماع قد نستوضح بشكل أكثر. ممكن سمحت السيد موجود، إذا تحبون يعني تسألوه بشكل مباشر سيكون موجود إن شاء الله بينكم. سؤال أخير وبه نختم، لماذا عنونت هذه المصطلحات على أنها مصطلحات نسوية مع أنها عامة؟ هي مصطلحات نسوية، الفيمينيزم مصطلح نسوي ليس عامة، الجندر مصطلح نسوي، تمكين المرأة هو جاي يقول تمكين المرأة، فما عممت من عندي، هي مصطلحات، هي بالأساس هي مصطلحات نسوية. واقعا بهذه السلة الماتعة الشيقة من سماحة السيد الذي يعني ساح بنا في أروقة الحداثة وما بعد الحداثة، يمكن لنا أن نختم بحديث لأمير المؤمنين نضعه خارطة الطريق كيما لا نتيه في هذه الطرق المتشعبة، إذ يقول من أبصر عنها، يتحدث عن الدنيا، من أبصر عنها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. يعني باختصار شديد كما تنظر إلى الشمس، أنت إذا نظرت إلى الشمس مباشرة سيصابك العمل المؤقت،
ولكن إذا استعنت بالشمس للاستدلال في الطرقات ستصل. من حمد الله سبحانه وتعالى لدينا هذا الإرث المبارك من أحاديث أهل البيت عليهم السلام، الذي هو توضيح ونطق لآيات القرآن الكريم التي نستبينها من خلال هذه الكوكبة المباركة من أصحاب الفضيلة والسماح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه البركات كيما ننهل من عذب مائهم الصافي. وبهذا نختم البرنامج الصباحي لمهرجان روح النبوة الذي تكلل بمحاضرتين مباركتين بدأت من التراث وانتهت بالحداثة وما بعدها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا بأس بأن نختم بالصلاة على محمد وآل محمد. أحسن دكتور.